تعالوا بقى للكلينيكال بيكتشر اوف ليفر سيل فيلير. كلينيكال بيكتشر اوف ليفر سيل فيلير نقاط كثيره جدا 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 فوق ما انت متخيل يعني. ليها اعراض كثيره مش زي القلب كده. كنت بتقول ايه؟ كنت بتقول ده عنده مالوري كونديشن وسيستميك كونديشن ولو كارديو. لا لا، الموضوع هنا مفتوح قوي 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 عشان الافكت بتاع الليفر ده. ليه اكشنز كثيره زي ما قلنا اكبر اورجان في الجسم وليه وظائف كثيره، فبالتالي الليفر سيل فيلر لها اعراض كثيره. هذه الاعراض الكثيره عشان ما نتلخبطش وما ننساش منها حاجه هنحفظها كالاتي. اربع حاجات بحرف الاف وثلاث حاجات مهمين، وبعد كده كلمة سيبك. سيبك دي هتفسرها دلوقتي. أربع حاجات بحرف الإف بنقصد بيها فتيك، نقصد بيها حاجة اسمها فيبر، لو جريد فيبر، فيتر هيباتيكس. هنعرف يعني إيه فيتر هيباتيكس. أربعة، في كلمة اسمها فلافينج تريمورز أو ليها اسم تاني اسمه أستريكسز. ثلاث حاجات مهمين، جونديس وده درس لوحده، أسايتس وده برضه درس لوحده، وهيباتيك انكيفالوباثي. يعني إيه ثلاثة مهمين؟ يعني واحدة من دول أصلاً تنهي المناقشة. أقول لك حاجة، مش عايز قايلين دلوقتي في الشايب بقى جايبين ايه؟ احنا مش قايلين السايت السويماتيك انفيرمنت، وعلى فكره قلنا جوندس بس قلنا بالتحليل، قلنا ايه؟ قلنا البلورما، عشان كده دول اهم ثلاث حاجات. وانا بصراحه اقول لك حاجه، حتى في الكلينيكال يجي الدكتور يقول لك ايه؟ يقول لك شوفني المريض بتاعك ده عنده ليفر سيل فيلير ولا لا؟ ها لما يقول لك شوفني عنده ليفر سيل فيلير ولا لا؟ اساله اذا كان في هيستوري اوف غيبوبه ولا لا؟ غيبوبه كابيتاليا هيباتيك انفيرمنت. ها بص لي حضرتك على الجوندس، دور على الاسايتس اول ثلاث حاجات. لان دول الثلاثة الايه؟ الثلاثة واحدة من دول ممكن تشخص تنهي المناقشة اساسا. عشان كده لما يقول لك ما انت فضلت قوي 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 من واحد يقول له في ليفر سيل فيلر، لا يروح شوف لي الفيفر. فيفر مين يا عم؟ ها انتوا نصكم عنده فيفر اساسا. فاتيج، ما احنا قلنا كلنا عندنا فاتيج، لكن دور لي على حاجة ايه؟ حاجة مؤثرة، حاجة مهمة. روح دور على الثلاثة الكبار. كلمة تيبك دي بنقصد بيها خمس حاجات. سكين مانيفستيشنز ودي فيها أربع حاجات. اندوكراينال فيها كلام مهم وحلو. بلس كارديوفاسكولار سيستم وكده. ماشي؟ يبقى دول 12 حاجة هنتكلم عليهم. 12 نقطة وفي كمان أكتر لو عايزين، لكن دول أقل حاجة هنتكلم عليها. 12 نقطة كمانيفستيشنز أوف ليفر سيل فيلير. طبعا دول كانت هتنصهم دي رصة، لكن كل حاجه من دول تحت منها كلمات لازم نكون عارفينها. احنا لسه دلوقتي كده الحصه دي والحصه اللي جايه جزء منها هنقعد نتكلم على كل حاجه من دول ان شاء الله تفصيلا. يلا توكلنا على الله. كلمه فاتيك. فاتيك. مريض الليفر سيل فيلير هو مريض فاتيك، وفي ناس كتير جدا من المرضى حتى اللي عندهم سيروزس او كرونيك اكتيف هيباتيتس هو بيكتشف يقول لك انا لقيت نفسي تعبان، فقالوا التعب فيه عقم كده عند العامه يعني، فقلت اعمل تحاليل وظائف الكبد، اشوف وظائف الكبد عامله ايه. ايه الفرق بين كلمه فاتيك وكلمه اثيميا؟ اثيميا وفاتيك. هو كده. هو كده. في كلمه اسمها فاتيك وكلمه اسمها اثيميا، اكتبها ولا ايه؟ وكل حاجه اكتبها؟ اثيميا. المشكله في الوصل نفسها. يا عم وصل مين والناس نايمين يا عم؟ فاتيج. فاتيج كان نوت مينتين وورك. اثينيا كان نوت انشيت وورك. مش فاهمين. حضرتك بتشتغل كل يوم 10 ساعات. بقالك 3 ايام بتشتغل 5 ساعات ما بتعرفش تكمل. يبقى انت عندك فاتيج. طيب واحد تاني لا ده مش قادر ينزل الشغل من اصله. يبقى عنده ايه؟ يعني سيفير فورم اوف فاتيج. يبقى اسمه ايه؟ الناس مو التاني. هو مريض الليفر لا ما عنده بس جاست ايه فاتيك في الاند ستيج طبعا ممكن يحصل له اثيميا، لكن هو ليه مريض الليفر اصلا بيحصل له فاتيك؟ بيحصل له فاتيك. هو الليفر ليه دور يا جماعه في الميتابوليزم؟ انت دلوقتي لما بتاكل والاكل بيتهضم والجلوكوز يمتص يروح يحوش في صوره جلايكوجين في الليفر، ما
بعد كده لما تبدا انت تصوم او تتحرك او تشتغل او تعمل اي حاجه يحصل ايه؟ يحصل جلايكوجينوليسيس. فبتبدا الوظيفه دي وظيفه الليفر، طب الليفر تعبان يبقى الميتابوليزم اتظبط، فانت مش عارف تاخد الطاقه بتاعتك. كمان في حاجه، في خلايا كده مبطنه البلاد ساينوسويد مع الايثيريوم اللي مبطن الساينوسويد، كان في خلايا اسمها ايه؟ كوفر سيلز. قلنا الكوفر سيلز دي بتاعت ايه؟ هي الماكروفاج اللي هي المناعه. طيب المريض اللي عنده ليفر سيلز اللي هي مناعته ضعيفه، فدايما عنده بكتيريميا وعنده توكسيميا، طب دي اصلا بتعمل فاتيج لوحدها، هو انت لو شويه كان عندك شويه انفكشن ولا حاجه، يبقى انت مش عارف تتحرك، مش قادر تمشي، مجهودك مش زي الاول، فبالتالي الفاتيج ليها كذا حاجه، يبقى ديسبكت الميتابوليزم او ديستربنس اوف ميتابوليزم، وعندي كمان انفكشن، ده كله يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى كلمه فاتيج. الكلمة الثانية كلمة فيفر دايما هي لو جريد فيفر، يعني اقل من 38.3 38.5، يعني في الرينج ده. الفيفر بتحصل ليه؟ بتحصل ليه؟ هو مين اللي مسؤول عن ارتفاع درجة الحرارة؟ بايروجين المرة المليون اسمه ايه؟ انترلوكين 1. اسمع اللي هقوله ده. الانترلوكين 1 ده او البايروجين ده بيحصل له ريليز من الدامجز ليفر سيلز. الليفر سيلز اللي بيحصل فيها سيروزس، اللي بيحصل فيها نكروزس، اللي بيحصل فيها انفلاميشن، بتطلع كميات كبيرة من هذا الانترلوكين، فلما يطلع كميات كبيرة يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى فيبر، بس مش على قد كده. أقول لك حاجة تانية ظريفة أوي، مش أنت طول النهار عمال يحصل ديستراكشن لأماكن في جسمك؟ وممكن على فكرة يبقى حد مننا عنده التهاب هنا ولا هنا ولا هنا، وعمال يطلع منه بايروجين، عارفين مين اللي بيخلصنا من البايروجين؟ الليفر. طب مع الليفر سيلف يبقى أخبار البايروجينز إيه؟ يبقى البايروجينز زيادة من حتتين، يا اما طالعه من الليفر يا اما مش عارفه تتكسر فين في الليفر، والمحصله تعتبر ايه؟ واحده يبقى عنده لو جريد فيبر، مش كده وبس، مش عنده بكتيريميا وتوكسيميا، لان مريض الليفر سيل فيلير هو مريض اميونو كومبرمايز. مش قلنا الكوفر سيل ده جهاز مناعه في الليفر ده مش شغال؟ عشان كده حضرتك دلوقتي بص يا دكتور، بص يا دكتور العظيم، دلوقتي انت بتاكل في الاكل بتاعنا، احنا بناكل حاجات عك السنين يعني ولا ايه؟ الحاجات دي كلها المفروض انها تروح مع البورتر سيركيوليشن للليفر، يعمل ديتوكسيكيشن ويقضي على البكتيريا اللي موجوده. عندي مشكلتين، لو الليفر مش شغال او لو في بورتو سيستميك شنط. ايه بورتو سيستميك شنط؟ هو لما البورتر بريشر ده بيعلى قوي هنعرف ان شاء الله بيدور على ايه؟ على مخارج بقى يفتح فيها، فيفتح على السيستميك، فتلاقي اللي جاي من الانتستن في البورتر يروح على السيستميك دون المرور على مين؟ ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ يؤدي الى بكتيريميا وتوكسيميا. يبقى يلا تاني، ايه الميكانيزم اوف فيفر؟ ريليز اوف بايروجين فروم ليفر، ها امبروبر ميتابوليزم اوف بايروجين، وثلاثه ها توكسيميا وبكتيريميا. الكلمه الثالثه كلمه اسمها فيتر هيباتيكاس، ودي ريليتد للجروب كده، عنوان ان شاء الله عنده في الكلينيكال اسمه هاليتوزيس. هاليتوزيس يعني ايه؟ يعني باد او ابنورمال اودر اوف ذا ماوث. فيتر هيباتيكاس الترجمه الحرفيه بتاعتها او الترجمه الانجليزي اللي هي مش واضحه يعني، بيقول لك ايه؟ يقول لك دي عباره عن سويدش فيكال اودر، يعني يقول لك ايه؟ ريحه السطول حلوه. هم بيقولوا ها امال يا دكتور هي ايه؟ هي من الاخر يعني من الاخر كده انا عشان هاجمه اخوها يعني لازم على فكره عشان هو تعرفها، ودي حاجه مشهوره جدا، لكن هي بالظبط كده لقيت تجيب تفاحه كده في البيت وتسيبها لما تعفن وتقعد تشم فيها، واخد بالك؟ يبقى انت مدمن ايه؟ مدمن حاجه اسمها فيتر هيباتيكاس، هي ريحه تفاح معفن. لكن انت بجد يعني انت لما تشمها مره مش هتنساها ابدا، هو العين عمال يبخ ايه؟ بيبخ حاجه اسمها فيتر هيباتيكاس. حلو يا دكتور، يعني انت دلوقتي قلت حقوقك وتشربوا، على فكره ده مهم، وفي ناس والله والله بحلف قسما بالله يوم في امتحان الكلينيكال الدكتور يقول له عنده ليفر سيل فيلر ولا فيشوف الشرب بس الاسايتس، ويقول له هنفتح بقك يا فندم ويوطي على بقه ويشرب وياخد ثلاث فورمات. ايه رايك؟ عايز ثلاث فورمات؟ يعني في حاجه من الحاجات اللي ايه؟ من الحاجات المهمه. جت ازاي يا دكتور او حصلت ازاي؟ الميكانيزم مهم. بص يا ولاد، احنا بناكل بروتين والبروتين بيزيد الانتستنس،
والبكتيريا بتشتغل عليه، والبكتيريا بتطلع منه شوية حاجات أمونيا وبتطلع حاجة اسمها ميثايل ميركابتان. ميركابتان احفظوا الاسم ده، ميثايل ميركابتان. هذا الميركابتان توكسين بس بيكون بولاتايل، يعني حاجة ايه؟ حاجة ايه؟ حاجة ليها ريحة كده وبيمشي شوية. فالفكرة هو بيروح للليبر، الليبر مش شغال فيمشي مع الدم، فلما يمشي مع الدم يحصل له اكسكريشن كده مع الصلايبة مع النفس، فبالتالي يبقى عنده هذه البودر. في نفس الوقت لما يكون عنده بورتال هايبرتنشن والميركابتان ده متكون في الانتستين، مش ممكن يعدي من البورتو للسيستميك مباشرة ويطلع على فكرة من السيستميك بيروح لللنج ويطلع مع النفس بتاع العيان، فتلاقي ريحته بالتايم الكابتان اللي هي كلمه اسمها فيتر هيباتيكاس. يبقى تاني فيتر هيباتيكاس يعني هاليتوزس، يعني ابنورمال او باد اودر اوف ذا ماوث. اللي انت تكتبه للاسف يعني تكتب كده، هتكتب السويتش فيك البودر وتميل ديو تو ريليز اوف ميثايل ميركابتان ويتش از فولاتايل او ديو تو بريزنس اوف بورتو سيستميك شانت، وهو مكتوب عندكم الكلام البسيط ده. ماشي. نمره 4 فلابنج تريمورس. فلابنج تريمورس هو فلابنج يعني ايه؟ يعني حركه عنيفه. فلابنج دي عارف اللي هو عارف الحمامه وهي بتتك على نعمه كده الرفرفه، فدي كلمه فلاب هي جت من هنا يعني. فلاب يعني حركه بتبقى ايه؟ حركه واضحه. عشان كده لما يسالوكم في الكلينيكال ايه الفرق بين الكورس اللي هي فلابنج تريمورس والفاين تريمورس؟ الفلاب اعرف عدها، انا اعرف عدها لانها حركه كبيره، لكن الفاين تبقى حاجه ايه؟ حاجه سريعه جدا تعرفش ده حاجه ساعات ما تعرفش تشوفها، ساعات احط ورقه كده على ايده عشان تبدا تتهز معانا فنبدا نشوفها. الفلابنج تريمورس ليها اسم تاني اسمها استريكسز. استريكسز ايه؟ استريكسز هي كلمه فلابنج تريمورس. هو قابل لاتيني يعني ايه؟ يعني مفيش يعني نو صح؟ نو. استريكسز يعني ثبات الحركه. استريكسز يعني حركه يعني دي تشد ده كده ثابته صح؟ اللي عنده استريكسز ايه؟ عنده عدم ثبات، فبالتالي سموها استريكسز. يبقى استريكسز او فلابنج تريمورس الاثنين نفس المعنى. طبعا ده مش سبيسيفيك لمين؟ مش سبيسيفيك لليفر. طيب مش سبيسيفيك لليفر سيل فيلير يعني. ان شاء الله على خير يعني هنعرف حاجه. هو الموتور فانكشن بتاعتك بتعتمد على حاجه اسمها ابر موتور، دي اللي جابت اشاره من المخ وبتوصلها تحت الحاجه اسمها الانتيريور نيرف سيلز، ولور موتور اللي هو الانتيريور نيرف سيلز والروتس والنيرفس والعضلات اللي بتبدا تتحرك. بس في حاجه اسمها اكسترا برامنر بتساعد هذا يعني برامنر جاي من فوق لتحت، في حاجه بتساعد بتظبط الحركه تثبت الحركه تساعد في الماسل تون مسؤوله عن الايموشن. دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي اسمها اكسترا برامنر. الناس اللي عندهم ليفر سيل فيلير او رينال فيلير بيكون عندهم توكسينز كتيره. بعض هذه التوكسينز بتعرف تعدي البلاد برين بارير وتروح تعمل افكشن للبيزال جانجليا فتؤدي الى هذه الانفولنتري موفمنت. يبقى اذا الفلابنج تريمورس سببها ايه يا جماعه؟ توكسينز ويتش ستيمولييت مين؟ بيزال او اريتيت بيزال جانجليا وتؤدي الى الانفولنتري موفمنت او تريمورس دي. هو معلش انا عندي سؤال محتاج اجاوبه. هو البلاد برين بارير ده فين؟ تخش انا واقول بلاد برين بارير. انا يقع البلاد برين بارير. حدد لي مكان. ومن فريق كان قلنا مكان هو. هو كده صح. اصلا بلاد برين بارير دي كلمه وهميه. دي كلمة وهمية، مفيش حاجة يعني ما حدش فاكر ان هو بلاد برين بارير يعني دي ستارة كده ولا حاجة ولا بتاع فصل فريق من الحاجات التانية. لا، بلاد برين بارير يعني ايه؟ مش في دم، في ارتريز داخلة غاز البرين. الابيتيريوم اللي مبطنها ده ثم الكابيلاريز بعد كده الابيتيريوم اللي مبطناها دي اللي منها يبدا يحصل التشحن، هو ده البلاد برين بارير. يبقى يعني ايه حاجه تعدي البلاد برين بارير؟ يعني تعرف تدخل من الكابيلاريز للبرين. لا يوجد بارير حقيقي. فاهمين حاجه ولا ايه؟ على فكره تصير في الاورا ايه البلاد برين بارير؟ قولوا ايه؟ قول لكم ده بيبرز موجود تحت البرين كده؟ ها مش هيمنع حاجه ما تطلعش لفوق. طبعا غلط. ها هو موجود في كل الارتريولز وفي كل الكابيلاريز اللي واصله للبرين، الابيثيريوم بتاعها هو ده البلاد برين بارير. مفهومه ولا ايه؟ طيب
اللي عنده فلامينج تريمورز مشكلته توكسينز الليفر بيخلصني منها، زادت هذه التوكسينز وراحت ضربت لي البيزال جانجليا وبدات تعمل لي انفولانتري موفمنتس فحصل هذا الفلامينج تريمورز. وقلنا مش سبيسيفيك لانها بتحصل مع اي ميجور اورجان فيلير، لكن الحقيقه يعني هي وجودها مع الجوندس والاسايتس والهيباتيك انفلوباثي والحاجات دي بتدينا طبعا قوه. كل ما نجمع حاجات اكتر كل ما يبقى الكلام بتاعك ايه؟ هيبقى الكلام بتاعك اقوى يعني. جوندس هيسأل لوحده، لكن كفايه اقول لكم حاجه. الليفر والبيلروبيد الليفر بيعمل ابتيت وكونجيوجيشن وانسكريشن. الثلاث وظائف بيتاثروا، لما الثلاثه بيتاثروا يبقى هذا المريض اكيد اكيد عنده ايه يا جماعه؟ عنده جوندس، مش عايز كلام. يبقى الجوندس بيحصل عشان في مشكله في الابتيت والكونجيوجيشن والانسكريشن اوف بيلروبيد. نيجي للكلمه رقم 6 اسايتس. اسايتس اكيميليشن اوف فلويد ان بروتينيال ساك. وهذا لينا وقفه، لينا وقفه كده. الاسايتس هناخده كعنوان لوحده بعدين، لكن انا يهمني هنا الباثوفيسيولوجي او الباثوجينيسيس او الميكانيزم. ازاي بيحصل اسايتس في مريض ليفر سيل فيلير؟ على فكره ده سؤال لوحده، سؤال نظري وسؤال في الاورال وسؤال كلينيكال اكيد. اكاد اجزم اي مريض يدخل على حاله ليفر والمريض ده عنده اسايتس والدكتور يقول لك ليه عنده اسايتس؟ ايه الميكانيزم اوف اسايتس؟ في ميكانيزمات، مش ميكانيزم واحد، لكن الترتيب مهم، الترتيب مهم. نمبر 1 وفيرست اوف اول لازم تقول ايه؟ هايبو الجوريني، حيث ان الالجوريني لا يصنع الا. طب ايه وظيفه الالجوريني؟ مش الالجوريني ده يا جماعه اللي كان في الكابيلاريز هنا وكان بيحافظ على الانكوتيك بريشر ما يخليش يحصل ارتشاح، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيحصل ارتشاح، فالارتشاح هيبقى زياده، فبالتالي يبدا يحصل اسايتس وايديما. ها اسايتس وايديما، لما تدخل على حاله ليفر وتلاقي عنده اسايتس او تلاقي عنده ايديما والدكتور يقول لك ايه الميكانيزم؟ ايه اللي عمله اسايتس او ايه اللي عمله ايديما؟ لازم تقول له ايه؟ اول كلمه على الاطلاق، اول كلمه على الاطلاق لازم تقولها، لازم تقول لي كلمه ايه؟ لابد ان انت تقول لي كلمه هايبو البومينيا نمبر 1 مفيش فيها هزار. وعارف والله والله اللي يقول لي الاربعه الباقيين وما يقولش هايبو البومينيا هو واثق ولا درجه. وانا واحد من الناس اللي يقول لي هايبو البومينيا بس انا موافق يا عم وهتجاوز عن اي حاجه ثانيه. يبقى نمبر 1 وفيرست اوف اول لازم تقول لي ايه؟ هايبو البومينيا. طيب الحاجه الميكانيزم الثاني صوت اند ووتر ريتنشن، وعايزين نفهم ميكانيزمات. بص يا باشا، بص الحته دي. واحد عنده ليفر ديزيز وهذا الليفر ديزيز الالبوم فيه قليل، فالفلويدز عماله تترشح فين؟ الانترستيشن صح؟ موجود الانترستيشن. يبقى كميه الدم اللي ماشيه جوه اخبارها ايه؟ ممكن تكمل؟ كميه الدم اللي ماشيه في البلاد سيركيوليشن. طب رينا البلاد فلو يعني استيميشن لمين؟ لراس، فاكرين راس؟ رينت انجيوجينيسيس. هنروح نعمل استيميشن للجاستا جلوميرولر افاريتس، هتطلع مين؟ رينت هيحول الانجيوتنسيرجن الى انجيوتنسن 1 وفعلا كونفرتنج انزايم الى انجيوتنسن 2، هيعمل حاجتين، فاضل بروسبكشن وهيعمل استيميشن لمين؟ للالموتير الذي يؤدي الى سوبر جلوتر ريتنشن. ما انتوش عارفين دي، قولوها تاني، قولوها تاني. مش حصل عندنا فلتريشن، البلاد فوليوم اللي ماشي جوه ايه؟ قليل، هيروح لمين؟ للكدني. طبعا انت باختصار تقول لي ستيميليشن اوف رينال انجيوتنسن سيستم، لكن الناس اللي ما كانوش معانا يعني ايه رينال انجيوتنسن سيستم؟ يعني البلاد فوليوم لما بيقل بيروح للكدني، لان البلاد فلو قليل. في حاجه اسمها جاكستا جلوميرا، جاكستا يعني جنب، جلوميرا جلوميرا ابريتس بيطلع رينال، هذا الرينال بيحول انجيوتنسيروجين اللي جاي منين؟ من الليفر، يحوله لانجيوتنسن 1. وهذا الانجيوتنس هو مش هيعمل حاجه، فعل الكونفرتنج انزايم اللي جاي منين؟ من اللنج اللي كان بيشتغل عليه حاجه اسمها ايه؟ اس، مش كان في حاجه اسمها اس انهبيتور. المهم يطلع هذا الانجيوتنس 2 اللي ليه فازو كونستريكتور افكت وفي نفس الوقت يعمل الدوستيرون، يطلع الدوستيرون. ده حاجه. الحاجه الثانيه هو الدوستيرون بيطلع من ايه؟ من زونا ايه؟ جلوميريولوزا. زونا جلوميريولوزا اوف سوبرينال كورتكس. وبيتكسر فين؟ في الليفر، شاطر فهمني. يبقى بيحصل سكندري هايبر الدوسترونيز، يبقى الاندوسترون هيزيد بميكانيزمين، نقص البلاد فوليوم وفي نفس الوقت ان هو ما اتكسرش، والمحصله في الاخر هي يا جماعه صوت اند ووتر ريتنشن.
طب حد يعرف انتي دايوريتيك هرمون بيتكون في الهايبوثالامس وبيحوش فين؟ بتصافيه في السولوشن. وفيه الهايبوثالامس هرمون بيطلع من الهايبوثالامس وبيحوش في البوتير بيتيريا، واسمه انتي دايوريتيك هرمون. بيحوش ايه؟ طيب عارفين هو بيكسر فين؟ في الليفر. لو في ليفر سيل فين الاخبار ايه؟ يؤدي الى ووتر ريتينشن، ووتر توكسيكيشن، يبقى عنده ميه وملح. عشان كده الميكانيزم الثاني اسمه سولت اند ووتر ريتينشن. فهمت الميكانيزمات ولا ايه؟ نعم. ما كسرش؟ ما تحوش مايك؟ طيب. لما يتكسرش يبقى زياده، وما ينزلش ميه خالص. ضد الدايركت زياده. الميكانيزم الثالث بورتال هايبرتنشن. هو البورتال بين هنا، هو بورتال هايبرتنشن لما يبقى البريشر فيه عالي بيزود الهيدروستاتيك بريشر. واحنا قالوا لنا زمان يعني قالوا لنا زمان كده اللي يعمل فلتريشن حاجتين، يا اما الاوكوتيك بريشر يقل يا اما الهيدروستاتيك بريشر. طب ايه رايك واحد عنده هايبو الومينيت وكمان بورتال هايبرتنشن؟ عشان كده عندي سؤال، مريض الليفر سيل فيلر يحصل له اسايتس الاول ولا ايه؟ اسايتس اكيد، اسايتس. لان عندنا ايه؟ عندي ميكانيزمين يا جماعه، عندي بورتال هايبرتنشن وعندي كمان ايه؟ ولما الاسايت بيحصل قبل الاديما ده اسمه ايه؟ لقد وقعت في الفخ. اسمه اسايتس قبل الاديما وخلاص. كل اللي قال لي اسايتس بالريكورس ده حد نايم على فكره. ويبدو ان كلكم نايمين. اصل انا عندي، اصل انا عندي لو سمحتوا فهموني، لو غيرت الفرد يا خيرت، لو غيرت الفرد بيقولوا اسايتس بريكوكس في عيال ليفر. ينفع؟ احنا كان اهم شرط من اسايتس بريكوكس اسايتس بيمور اديما ان كارديفيشن، لازم يكون مريض كارديولوجي. لكن انا هل مريض كارديولوجي؟ ها كلكم كده حافظين مش فاهمين. ها؟ اديما نصرت ماشي لحاجه ثانيه هقول. ها افهموا الحته دي لو سمحت. انا هقول تاني. هقول تاني. بورتال الميكانيزم، انا بتكلم عن الميكانيزم الصفر. اسايتس الليفر سيل فيلر بورت نمبر 1 ايه؟ نمبر 2 نمبر 3 هايبرتنشن. انا بقول لكم اللي هيعمل اسايتس او اللي هيعمل اديما حاجتين، زياده الهيدروستاتيك بريشر ونقص الاوكوتيك بريشر. هنا في البورتال بريشر عالي، لما يكون البورتال بريشر عالي هيرشح ويعمل اسايتس. بس عايز اقول حاجه، هو لو واحد عنده بورتال هايبرتنشن بس ممكن لوحدها تعمل اسايتس؟ لا، دي محتاجه معانا مين؟ هايبو البومينيا. طب لو عندنا هايبو البومينيا وبورتال هايبرتنشن هيتجمع اسايتس اكتر من الاديما. عشان كده يقول لك جمله حلوه قوي في الكتب، بورتال هايبرتنشن از لوكالايزنج فاكتور فور اسايتس. يعني ايه لوكالايزنج فاكتور؟ يعني خلى اسايتس يتجمع فين اكتر؟ خلى اسايتس يتجمع هنا اكتر. عشان كده دي كلمه مهمه قوي يا جماعه. وتصير في الكلينيكال هو يبني البورتال هايبرتنشن لوحده يعمل اسايتس. الاجابه رير رير ريرلي ان هو يعمل اسايتس لوحده، لابد ان يكون معانا ايه في الاول؟ لازم يكون معانا هايبو البومينيا. الميكانيزم الرابع حاجه اسمها ليمفوريا. هرجع حته كده قديمه شويتين قلناها في اول محاضره. لو ادي شكل الهيباتيك لوبيولز اهي، وهنا في الهيباتوسايتس اهي، بين كل صفين كان في بلاد سينسويد اهي. خدنا البلاد سينسويد دي وكبرناها بره. البلاد سينسويد مبطنه بايه؟ بالابيثيليوم. وهذا الابيثيليوم، هذا الابيثيليوم فينستريتف. يعني ايه فينستريتف؟ يعني فتح. وهو ده بيعمل لي مشكله. يعمل لي مشكله ليه؟ لان ممكن الحاجات اللي هنا تبدا تنزل، فتنزل في السبيس اللي موجود بين الهيباتوسايتس والبلاد سينسويد. حتى كان اسمه سبيس اوف بس ربنا عمل لنا حاجه عظيمه جدا. خلى الليفر اكثر اورجان في الجسم يحتوي على مين؟ على الليمفاتكس. بيحتوي على الليمفاتكس. طب لما يحتوي على الليمفاتكس دي بتساعد في ايه يا جماعه؟ يعني كل الحاجات اللي بسرعه هنا الليمفاتكس تمتصها وبعدين تصبها مين؟ تصبها بعد كده في الانفيرو فينا كيفا وتبدا مع الليمفاتك بيز مع الانفيرو فينا كيفا. يعني بتساعد مين؟ بتساعد الدرينج بتاعنا. طيب واحد عنده سيروزس اوف ليفر، الليفر سيروتيك اهو، والهيباتيك فينيولز وبيتس دي خلاص فايبروز. فايبروز افهمني بقى، الليمفاتكس دي مليانه عايزه تصب في البيت مش عارفه، بما انها مش عارفه الليمفاتكس هتبدا بايه؟ تبدا ترشح. هو واحد جراح
واحد جراح كان بيعمل عملية لمريض واحد عنده ليفر سيل فيلير. فلما فتح وبص كده على الليفر لقى الليفر عليه ارتشاح يعني عليه ميه. فقال هما طبعا دي كلمه فزلكه يعني. قال لك ويلنج ليفر. ويلنج ليفر يعني ايه؟ يعني الليفر بيعيط فبيبكي اللي هو نحيب الليفر. نحيب الليفر ليه؟ يعني يقول لك صعبان عليه حلو ده هو عنده ليفر سيل فيلير. الميكانيزم بتاعها ليمفوريا. يعني ايه ليمفو؟ يعني ايه بيريت؟ يعني ايه بيريت؟ يعني الاسطول لازم كتير كميه كبيره مش عارف موت مش كده ولا ايه؟ يعني ايه ليمفو ريه؟ يعني الليمف ترشح كتير. طب ترشح كتير ليه؟ عشان مش عارف الطريق بتاعه مسدود. طب مسدود ليه؟ لان في هنا سيروزس وهذا السيروزس قافل على الفينس درينج فبالتالي يبدا يرشح على الليفر ويعمل ليمفو ريه. الكلمه حلوه والميكانيزم مفهوم بس ارجوكوا الترتيب مهم. غاز قوي قوي لو تعدي الطالب المسدود قول له ايه اللي يعمل اسايتس كمريض ليفر سيل فيلير. اول كلمه على بالي اتنطط عليا يقول لي ليمفوريا. والله بيتنطط عليا عايز يعرفني ان هو عارف كلمه اسمها ليمفوريا. ده انا بقى تعرف لو واحد اتنطط عليا انا اعمل فيه ايه؟ ها؟ على عيلته كلها مش عليه هو بس. فاهم ولا لا؟ ما تتنططش على الدكتور يا ما ينفعش يا دكتور. لما يقول لك ايه اللي يعمل اسايتس في المريض ده في مريض ليفر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 وانت باصص في الارض للفوريا. وانت باصص في الارض يعني تواضع مش انا عارف للفوريا. فاهم ولا ايه؟ نمره خمسه associated conditions او local factors is the localizing factor. وانت تقول اشرح القصه دي. بص يا ولاد بقول ايه؟ ها اسوشيتد كونديشنز الناس ان شاء الله عندهم ممكن عندهم سيروز ممكن يحصل لهم هيبات سيلر كارسينوما وتبعت ميتاستاسيس في البروتونيوم وتعمل سيفير اسايتس. الناس اللي عندهم ليفر سيل فيلير اميونو كومبرمايز فرصه التي بي بتبقى كبيره ممكن يحصل تي بي بروتونايتس. ساعات يحصل حاجه اسمها سبونتينيوس بكتيريال بروتونايتس الالتهاب البريتوني البكتيري التلقائي. ده هناخده ان شاء الله ليه عنوان كده لوحده. ده هو البكتيريا موجوده في الكولون تعدي ترانس اليومنال وتبقى في البروتينيوم وتبدا تعمل انفلاميشن. سموها سبونتينيوس ليه؟ اصل انا عشان اعمل الواحد بروتونايتس انا اجي بابره كده وادخل واعمل انفكشن واعمله بروتونايتس. دوت ما حدش دخل فيه بحاجه مش واضح حاجه قدامي فسموها كلمه سبونتينيوس. هنتكلم عليها في وقتها لكن ارجوكم تبقوا عارفين الاتي. عندي خمس ميكانيزمات يحصل بيهم الاسايتس في مريض ليفر سيل فيلير. لازم نكون عارفينهم كويس قوي. طب لو قلت لك ايه اللي يعمل اديما في مريض ليفر سيل فيلير شوف بقى اللي بالناس بقى اللي حافظ الشهر هم تقول لي حاجتين اثنين. واحده تقول لي بروتا اعمل ايه بقى كده؟ ايه اللي تقول لي بروتا ليفر سيل فيلير؟ بس خلاص ما حدش يتكلم. ايه اللي يعمل اللور ليب ايديما على الليفر سيل فيلير؟ هما حاجتين هايبو البومينيا وسولت الدوزر ريزيشن. اللي يعمل ارثايتس خمس حاجات الاثنين دول وزود عليهم الثلاثه الباقيين. ماشي الحال؟ هنكمل بقى كلمه سيبك. سكن مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير. لما اجي اقول لك على مستوى السكن ممكن يحصل ايه؟ على مستوى السكن يحصل ايه في السكن يا جماعه؟ بيحصل في الاسكان حاجه اسمها بالمر اريتيما. بس نتفق ان دايما الميكانيزم يا جماعه كل ما هنزنق في حاجه في الليفر هنقول زياده بازو دايليتور ماتيريال. ايه القصه؟ احنا جسمنا بيطلع منه بازو دايليتور ماتيريال بس عشان يحصل بالانس الليفر بياخدها ويكسرها. البازو دايليتور ماتيريال يمكن اشهرهم هو النيتروف اوكسايد ده بيطلع من الاندوثيليوم بتاع الجلاند فيزلز وبيتكسر في الليفر. الاستروجين المفروض بيتكسر في الليفر فهو بيزيد برضه كبازو دايليتور. حاجه اسمها سابستانس بي حاجه اسمها جابا وبروستاجلاندين واندوثيليوم فاكتور حاجات كتيره بتكون بازو دايليتور ماتيريالز. مريض الليفر سيل فيلير بتزيد عنده. على فكره زياده البازو دايليتور ماتيريالز مسؤوله عن اشياء كثيره جدا 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 تبع الليفر سيل فيلير ومنها حاجات بتكون خطيره زي ما هنعرف النهارده ان شاء الله. يحصل عندهم حاجه على السكين اسمها بالمر اريثيما. بالمر اريثيما يعني ايه؟ تلاقي عنده اللي حضر تاني كان امبارح اول شفناها تلاقي عنده ريدنس في هذا المكان كده وهنا
عارف كأنه كاتب 51. واحد هنا كده الأطراف دي تبقى حمراء، وهنا التينر والهايبوتينر والسكين اللي فوق الميتاكاربال، هنا كل المنطقة دي تبقى إيه؟ كل المنطقة دي حمراء، وهنا كمان. لكن المكان ده والبلم هنا هيبقى لونه ابيض، لان هنا في تيك فاشيا، فحصل مصدر تيشر في هذا المكان، فده بنسميه بالمر اديما. بس السؤال الميكانيزم زياده المصدر الماتيريال، هل البالمر اديما از سبيسيفيك فور ليفر سيل فيلير؟ الاجابه بالطبع لا، هي مع اي فازو دايليتيشن. يمكن انا اوريكم هتشوفوا هيشوف الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي حالتين الاثنين عندهم هايبوكسيا، مش الهايبوكسيا تعمل بريفرال فازوديليتيشن، فدايما مع الهايبوكسيا تلاقي في عندنا بالمر اريثيما. ديورنج بريجنسي ان فيميل، البريجنسي بيزيد في الاستروجين وهو اصلا فازوديليتور فيعمل بالمر اريثيما. استروجين كونتيننج كونتراسبتيف بيلز يؤدي الى بالمر اريثيما. حد بيشرب كحوليات كتير ممكن مع مرض الثيروتوكسيكوزيس، هنعرف ان شاء الله ان الثيروكسين بيعمل بريفرال فازو دايليتيشن فيؤدي الى بالمر اريثيما. حد بياخد فازو دايليتور دراجز ايفن، حتى يا جماعه في بعض العائلات دي فاميليال بالمر اريثيما، هو شكلهم كده وطبيعتهم كده، فده شيء بديهي جدا ووارد جدا. هي البالمر اريثيما وجودها مع الاسايبس والجوندس والحاجات دي، الحاجات الكبيره نقول ايوه ده عنده ليفر سيل فيلير، لكن البالمر اريثيما لوحدها لا تشخص ابدا 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 كلمه ليفر سيل فيلير. تاني حاجه سبايدر نيفاي، سبايدر نيفاي دي هي تاخد شكل السبايدر كده، بيكون في سنترال فيدنج ارتريول، في حواليه تريبيوتاريز، موجود مع ديستريبيوشن اوف سوبيريور فينا كيفا، بس هو موصوف كده ديستريبيوشن اوف سوبيريور فينا كيفا، بمعنى لو حد واقف وعامل ايده كده هو فوق مستوى النبل، كل ما فوق النبل، فوق النبل يعني ممكن يحصل في الابر تشيست، يحصل في الابر باك، يحصل في النيك، يحصل في الفيس، يحصل في الابر ليبس، في اي مكان. طبعا مش موجوده في اللور بارت او مع الانتيريور فينا كيفا، ودي فايندنج يعني ما حدش يقول لي اشمعنى موجوده مع السوبيريور بس، هم ما فيش حاله موصوفه مع الانتيريور غير حاله واحده، قال لك في النوادر كده، في النوادر تحصل مع الانتيريور فينا كيفا هتلاقي في واحده موجوده تحت، لكن الاصل بتاعها لما اجي في الكلينيكال واقول لك دور على السبايدر نيفاي، دور فين؟ دور في وشه وفي رقبته وفي الابر تشيست في الابر باك في الابر ليبس، دور مع الديستريبيوشن اوف سوبيريور فينا كيفا. الميكانيزم بتاعها زياده الفازو دايليتور ماتيريالز، هاجي هدوس على النص بتاعها هتختفي، كلها هتختفي لما تدوس على النص بتاعها، اسمها سبايدر نيفاي، برضه مش سبيسيفيك الليفر سيل فيلير مع اي زياده في الفازو دايليتور ماتيريالز، وليها ديفرنشال دايجنوزس هنقول ان شاء الله مع الكلينيكال مش وقت. الناس اللي عندهم ليفر سيل فيلير كمان على مستوى السكن يقول لك بيحصل لهم حاجه اسمها بيبر ماني سكن. بيبر ماني يعني تبقى عامله زي ورقه الدولار او الفلوس يعني. ايه الفكره؟ ان السكن بيبقى سن شويه عشان فيه هايبوبروتينيميا. لكن الكابيلريز اللي فيه فيها فازو دايليتيشن، فتلاقي لو ادي حته مثلا من السكن بتاعه هتلاقي السكن رقيق جدا ويتخلله بعض الايه؟ الكابيلاريز كده، انت لو جبت ورقه الدولار او اي ورقه اي عمله هتلاقي فيها خطوط كده، فهي الخطوط دي تبقى باينه ليه؟ عشان زياده الفازو دايليتور ماتيريال. طب السكين هيبقى رقيق جدا ليه؟ لان هو عنده هايبو بروتينيميا. برضه من الحاجات اللي موصوفه على مستوى السكين لو قلنا الاظافر يعني مع السكين، في حاجه اسمها وايت نيلز. المسؤول عن اللمعه بتاعت الاظافر دي هو الالبومين البروتين. لما بيحصل هايبوبروتينيميا يبقى لونها ابيض، لونها ابيض يبقى اسمها ليوكو نيكيا يعني اظافر، يبقى الاظافر البيضاء ليوكو نيكيا او وايت نيلز من مواصفات الليفر سيل فيلير، والتفسير بتاعها هو كلمه هايبوبروتينيميا. هايبوبروتينيميا يبقى على مستوى السكيل قول لي اربع حاجات. قول لي اربع حاجات. هتقول لي بالمر اريثيما، سبايدر نيفاي، بيبر ماني سكيل، ويوكونيكيا. دول اربع حاجات على مستوى السكن. وعلى فكره ده بيتسال في الكلينيكال كده السؤال كده على طول مباشر، ايه السكن مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير، ايه اللي بيحصل في السكن مع مريض عنده ليفر سيل فيلير. برضه من الحاجات اللي قلناها مجازا يعني مع السكن، دايما الناس اللي عندهم هايبوبروتينيميا ده مش خاص بالليفر، البارود بتاعتهم بتكبر شويه.
بيسموها انديميك فاروتايتس. انديميك لانها فتره طويله. اصل في حاجه اسمها ايبيديميك فاروتايتس اللي هي ايه؟ اللي هو المص اللي هو عارف الغده الغدتين الباروت تبدا تكبر في فيبر وبتاع ده غده الاطفال. لكن احنا بنقول لك انديميك فاروتايتس مع اي هايبوبروتينيه لو الغده دي ممكن تكبر شويه. ها ودي بيسموها انديميك فاروتايتس ليست خاصه بالليفر مع اي مال نيوتريشن مع اي هايبوبروتينيه. بتحصل اربع حاجات قولهم مهمين جدا 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 كسكين مانيفستيشن. واظن الكلام بسيط. نيجي بعد كده ليه عنوان تاني هو اهم بقى ده مهم قوي. اندوكراينال مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير. اندوكراينال مانيفستيشنز هنتكلم الاول على السكس هرمونز ونشرح شويه حاجات. انا عندي الاول سؤالين كده في السريع. هم الرجاله عندهم استروجين؟ عندهم. ايوه. دول طب الستات عندهم استروجين؟ استروجين. صح ولا ايه؟ عندهم طبعا. طيب سواء كان ده او ده بيطلعوا مين؟ بيطلعوا مين؟ زونا ريتيكولاريس اوف سوبرارينال كورتكس. زونا ريتيكولاريس اوف سوبرارينال كورتكس. بصوا انا مش عايز اغلطكم ولا حاجه بس للاسف 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 وقسم بالله اللي بقوله ده مدروس وايه وراجع في اي مكان يعجبك. اللي بيعلموه لكم في المستشفى عند البنات بالذات في نسبه خطا فظيعه. عند الاولاد بيقولوا صح بس لما طبعا الاولاد يحضروا يعني. بصوا عند كل لو دخلت اي راوند ولو انا بتكلم غلط وانت بتتكلم غلط بس بتوع البطنه بالذات تلاقي الدكتوره بتقول لكم ايه؟ يا اولاد الرجال عندهم استروجين، الاستروجين ده بيتكسر في الليفر، اللي عندهم ليفر سيل فيلر الاستروجين ما بيتكسرش، فالاستروجين ده بيعمل في الرجاله فيمنايزيشن. ويقول لكم ايه بقى؟ يبقى عنده سيلك هير، شعره يبقى ناعم قوي، ها ويبقى عنده البيوبيك هير يبقى فيمنايز، بصوا والمصيبه قليلين مصر، استنى بس لا وبصوا دي كمان والمصيبه وصوتهم يحلو. يقول لك اشمعنى عبد الحليم حافظ؟ ها؟ ايوه انا عارف عبد الحليم حافظ كان صوته حلو. طب ما عبد الحليم حافظ من قبل ما يحصل له ليفر سيل فيلر كان صوته حلو. وبعدين حته الشعر دي بالذات مصيبه والله والله العظيم مصيبه. حته الشعر دي بالذات كارثه. انا اقول لهم حاجه بس معلش يعني انا هو اللي كسبوا ايه؟ اقول لكم بس حاجه خلينا بس صادقين مع نفسنا. اما كل البنات عندهم سلك هيك طب هو في ولاد ها وشعرهم ناعم جدا ها صح ولا ايه؟ فحته ان الشعر ده يبقى تبع الاستروجين يعني كلمه الحقيقه هي كلمه مستفزه. اهم حاجه بتتحكم في الشعر هو فاميليال وريشيال. هو في عيله شعرهم ناعم ممكن عيله شعرهم ناعم ريشيال لقيته افريقيا شعرهم هو كده بتلف كده واخرج كده وبتاع بتوع تايلاند مثلا هتلاقي شعرهم نازل سايح هو كده هو طبيعته كده فاهمين ولا لا؟ فحته الشعر يبقى ناعم دي كلمه حتى لو حصل انا قتلت هذا الموضوع بحثا واللي عايز يدور ورايا يدور. مفيش غير بحث واحد اتعمل في وسط افريقيا على الناس اللي حصل لهم ليفر سيل فيلير قالوا بدل ما شعرهم كان كورس قوي بقى شويه سلايتلي سيلفي لما حصل ليفر سيل فيلير. لكن ما ينفعش ان احنا نعممها. انا مش بقول لكم ما تقولوش كده قولوا كده عشان الدرجات لكن الكلام مش مظبوط وانا اثبت لك هو بالادله والبراهين ولا ايه؟ لا بجد يقول لك والمستفزه جدا دي يقول لك يخلي الصوت حلو. طب معلش هو كل البنات صوتهم حلو؟ مش منطقي يعني ها كلام مش منطقي وبعدين الصوت يبقى كده ولا كده؟ يا جماعه في حاجه اسمها لاركس وحاجه اسمها بوكال كورد علاقه الاستروجين اصلا بالقصه هيروح يعمل ايه يعني؟ فالكلام مش مظبوط قوي دكتور. طب ده الكلام اللي مش مظبوط ايه بقى الكلام المظبوط؟ اهم نظريه ودي عايزه فهم شديد قوي يا جماعه وانت هتستريح اصلا بعدها كده في حاجه اسمها سكس هرمون بايندنج جلوبلين. سكس هرمون بايندنج جلوبلين دوت بيطلع منين؟ من الريتيكلو اندوثيليال سيستم وبيتكسر فين؟ في الليفر. واحد عنده ليفر سيل فيلير اخباره ايه؟ عادي. طب يا دكتور السكس هرمون بايندنج جلوبلين ده
هل موجود في الرجال ولا في الستات؟ موجود في الاثنين، موجود في الرجال وفي الستات. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيمسك البرودوميننت هرمون. يعني ايه كلمه برودوميننت هرمون دي؟ يعني في الرجال هو بيمسك التستوستيرون وفي الستات بيمسك الاستروجين. ايه وظيفته؟ ان هو بيشيل الهرمون ده في الدم ويوديه لغايه الريسبتور بتاعه، لغايه المكان بتاعه، يدخل يشتغل في المكان بتاعه. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ فاهمين حاجه؟ الناس اللي عندهم ليبر سيل فيلير بيزيد عندهم هذا السكس هرمون بايندنج جلوبين، لان الريتيكلو اندوثيريال سيستم سليم فبيصنع، لكن الليبر مضروب فما بيكسرش. فمع الوقت ايه اللي يحصل في هذا السكس هرمون بايندنج جلوبين؟ هيعلى. لما يعلى هيمسك في مين؟ هيمسك في الهرمون. فلما يمسك في هذا الهرمون، هو في الرجال، خلينا في الرجال، هو ماسك في مين؟ ماسك في التستوستيرون. حلو كده؟ فيروح التستوستيرون ده عند الريسبتورز بتاعته عشان يشتغل. يقول له انا مش هسيبك. يقول له مش هسيبني ليه؟ يقول لي اصل انا كنت بسيبك في الاول عشان كانت نسبتي قليله، فكان لازم اسيبك عشان اروح اجيب غيرك، لكن الحمد لله دلوقتي احنا ايه؟ احنا كتير قوي. فيفضل ماسك هذا التستوستيرون، فيجي التستوستيرون عشان يشتغل، يعرف يشتغل ولا ما يعرفش؟ مش عامل له منسوك، هو ما يشتغلش الا اذا كان ايه؟ الا اذا كان فري، ما خلصتش القصه على كده. مش هو ماسك التستوستيرون؟ طب الاستروجين ماشي فري؟ ماشي فري ليه؟ ما هو مفيش حاجه تمسكه، اصل ده بيمسك مين بس؟ طيب في ظل غياب التستوستيرون مش عارف يشتغل، هيجي الاستروجين هو اللي يشتغل، عشان كده يحصل لهم جايين مصري. عشان كده يحصل ممكن تستيكولار اتروفي. فهمت القصه ولا لا؟ يبقى الفكره كلها، ودي ذا موست اكسبتبل، ودي اللي العالم كله بيتكلم فيها، زياده السكس هرمون بايندنج جلوبلين. طيب خليني اخدكم على قد عقلكم الفكره بتاعتكم والكلام اللي انا بقوله. مش هم قالوا لكم؟ بس كان نفسي حد منكم في الراوند يتكلم، نفسي حد ينطق بره بيته، بس بتتشطروا عليا. تيجوا معايا وتتكلموا. تفضل الدكتوره كلهم ايه؟ والسيكس هرمون ده الاستروجين لما بيزيد بيعمل زيكم مصر. نفسي طالبه محترمه فاهمه تقول لها يا دكتوره طب في الست اللي عندها في ليبر سيل فيلير ها؟ اضرار الاستروجين ايه؟ ده هتبقى السوبر فيميل بقى ولا ايه يعني؟ ولا مش معايا صح ولا لا؟ طيب يا دكتور دكتور لا عايزين تفسير والله. اسمع ليه؟ اسمع. الست اللي عندها ليبر سيل فيلير يحصل لها بريست اتروفي. ايه الكلام المتناقض ده؟ ايه الكلام ده؟ حد يقول له يحصل لها ديب في المناخ. طب اشمعنى؟ اشمعنى؟ لا انا عايز النظريه بتاعتكم. كلام مش مظبوط. طب بص بقى، تعالى هنا معايا. تعالى الواحده ست وعندها ليفر سيل فيلير وزاد عندها السكس هرمون بايندنج جلوبلين، فماسكه في مين هنا؟ الاستروجين. راح الاستروجين عشان يشتغل على البريست، يا رب ما يعرفش عشان كده بيحصل لها بريست ايه؟ بريست اتروف. فهمتوني ولا ايه يا جماعه؟ يبقى القصه كلها هي زياده هذا الجلوبلين. يبقى زياده السكس هرمون بايندنج جلوبلين هي النظريه الاصح وهي اللي عليها العين وهي اللي بتفسر لك الكلام اللي بيحصل حقيقه. لكن بقى زياده الاستروجين في الرجاله دي حاجه ريلاتيفلي، هو راح يشتغل بس عشان التستوستيرون مش عارف يشتغل، هو موجود في ايه؟ في برضه حاجة تانية في الرجالة. عارفين حضراتكم التستوستيرون ده عشان يشتغل لازم يتحول إلى حاجة اسمها داي هايبروتستوستيرون. هذا التحول بيتم في الليفر. فبديهي جدا اللي عنده ليفر سيل فيلير مفيش اكتيفيشن لمين؟ عشان كده تقل بقى الليفل ويبقى عنده انفرتيلتي وممكن يبقى عنده امبوتنس وستيكولار اتروفي. يبقى اذا التستوستيرون كمان ما حصلوش ايه يا جماعه؟ ما حصلوش اكتيفيشن. عايزين نقراها من الكتاب. واحد حد يقرا لي كده اول كلمه اللي هو النظريات. انكريز استروجين. اثنين ديكريز تستوستيرون. ثلاثه اللي هو ديكريز اكتيفيشن اوف تستوستيرون. واربعه انكريز سكس هرمون بايندنج جلوبلين. ودي على فكره ذا موست اكسبتابل، دي اللي عليها العين. وده الكلام الحلو قوي والمهم قوي. اتفهمت ولا نقول كمان؟ علل يا دكتور، علل يا دكتور. عايزك بقى لما تسال كده في الكلينيكال الدكتور يقول لك هو ليه مريض الليفر سيل فيلير عنده بايكوماستيا؟ هتقول له ايه؟
عشان يا دكتور السكس هرمون بايند الجلوبين زياده فماسك التستوستيرون فالكري استروجين راح يشتغل على البريسكو وعمل ايه؟ ها وعمل بينكم مصري. علق يا دكتور الست اللي عندها ليفر سيل فيلر عندها بريست اتروفي عشان زياده السكس هرمون بايند الجلوبين ماسك البرودومينانت اللي هو الاستروجين ما عرفتش ايه؟ ما عرفتش تشتغل. فهمني كده؟ يبقى دي النظريه المتفق عليها وده الكلام اللي مضبوط. على فكره انا مش بقول لكم تقولوا كده في الامتحان في الكلينيكال الدكتوره تقول لكم وعنده سيفتي هير ليه خلاص هو ليفر سيل فيلير انا جاي لكم مصر ليه زياده الاستروجين ماشي بس يهملكم فاهمين الحقيقه فين. هل يا دكتور انت يعني استزلت كلمه اندوكراينال كلها بس عن طريق السكس والهرمونز والكلام ده؟ لا طبعا لا طبعا. الاندوكراينال افكت اوف ليفر بصوا لا يغفل ابدا ابدا ابدا. هو دلوقتي مين اللي بيخلصنا من الالدوستيرون والانتي دايوريتك هرمون وقلناها امبارح؟ الليبر. خلاص مع الليبر سيل فيلر اخبارهم ايه؟ ودول بيساعدوا في ايه؟ ها بيساعدوا في حدود ها ها في حدود ها السولت اند ووتر ريتنشن يحصل اسايتس ويحصل اديما مش كده ولا ايه؟ بلاش دي. مين فيكم يعرف الجروث هرمون؟ عارفينه طالع منين؟ من الانتيريور بيتري حاجه اسمها اسيدو فيريك سيسوف انتيريور بيتري. طب هل الجروث هرمون بيروح يشتغل كده لوحده؟ لازم يروح للليفر ويتحول لحاجه اسمها سوماتوميدين عشان يشتغل. لازم يحصل له اكتيفيشن فين؟ طيب علم يا دكتور اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز سينس تشايلد هود يبقى شورت ستيتشر. ليه يبقى شورت ستيتشر؟ لان ما حصلش اكتيفيشن لايه؟ ما حصلش اكتيفيشن لهذا. طيب بلاش كده ها بلاش كده. الميتابوليزم بتاع الكورتيزول يتم في الليفر. الناس اللي بتشرب كحوليات والليفر عندهم دي مشاكل دي مشهوره جدا عشان الكحوليات كتير بره يعني ها بيحصل لهم حاجه اسمها سودو كوشنج. هنقولها ان شاء الله مع الاندوكراين. يعني ايه سودو كوشنج؟ كوشنج مش حقيقي هو ما خدش كورتيزول من بره والغده ما بتطلعش كورتيزول زياده وبيطلع من حاجه اسمها زونا فاستيولات او سوبرينال كورتكس. هو مش زياده ولا حاجه لكن عشان الليفر مش شغال يظهر ايه؟ زياده ويعمل اعراض اسمها سودو كوتشنج لما يبطل كحوليات بيتحسن. فاهمين قصدي ولا ايه؟ يبقى اذا حته الاندوكراينال مش على قد كده. بلاش دي انتوا ردوا عليا. الاريثروبويتين ده بيطلع من الكدني ونسبة منه 15% طالعة من الليفر وبيحصل اكتيفيشن في الليفر. اللي عنده اريثروبويتين ديفيشن ده بيحصل له انيميا ولا ايه؟ يبقى دي كمان تبع الاندوكراينال. يبقى الاندوكراينال مانيفستيشنز اشياء كثيرة لازم نكون عارفينها. طبعا التركيز اكتر على السكس والهرمون لكن الباقي مهم. ممكن على فكره يجي سؤال صغير البهوات الدكتور محمد بيجي مساله صغيره ممكن يجيب لك ايه؟ اندوكراينال مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير ممكن قوي ممكن قوي او سكين مانيفستيشن واحده منهم لكن عشان هي في الكلينيكال اكتر السكين مش بيجيبها لكن يجيب لك اندوكراينال. نيجي على مستوى البلاد على مستوى الدم على مستوى البلاد طبعا يعني حاجه منطقيه واحنا عارفينها هيبقى عندهم بليدنج تندنسي بليدنج تندنسي يعني ممكن تروما صغيره او بتديله حقنه ولا حاجه يحصل له بليدنج. البليدنج ده ليه كذا تفسير. يلا مين يقول لي اهم واحد؟ هايبو بروثرومبينيميا. البروثرومبين بيصنع فين؟ طيب وعلى فكره الليفر برضه بيصنع حاجه اسمها فايبرينوجين ده برضه من الكواجيوليشن فاكتورز هناخده ان شاء الله. دوت برضه بيتصنع في الليفر. فانا عندي هايبو بروثرومبينيميا وكمان عندي نقص في الفايبرينوجين دي حاجه. الكواجيوليشن فاكتورز اصلا بتتصنع فين؟ في الليفر. يبقى عندي ديفكت ان سينسز اوف كواجيوليشن فاكتورز. بصوا كمان دي ماشي هو بيعتمد على فيتامين كي. بصوا دي كمان في حاجه البليتلتس فانكشن. هو البليتلتس دي لما حد بيحصل له غزيل في مكان او بيحصل قطع في ارض ولا حاجه البليتلتس دي بتتجمع في هذا المكان. هي البليتلتس بس انها جمعت هي بتوقف شويه لكن مش بتعمل كل حاجه. في حاجه اسمها بليتلتس فانكشن. يعني ايه بليتلتس فانكشن؟ لازم ليها قدره على الادهيجن والاجريجيشن والسكريشن. ليها وظائف كتيره. الوظائف دي بتعتمد على الليفر. فالناس اللي عندهم ليفر سيل فيلير بيكون عندهم بليتلتس ديسفانكشن. بمعنى انتوا عارفين نورمال بليتلتس كام؟ ماشي قول من 150 ل 150000 فرق كيوبيك مليمتر. اللي عنده ليفر سيل فيلير تلاقيهم 250000 ربع مليون. ده كويس قوي. لكن العيان هي العدد حلو لكن الوظيفه مش حلوه عشان كده عندهم حاجه اسمها بليتلتس ديسفانكشن. مش كده وبس. هو دلوقتي اللي بيحصل له هنا سيروزس في الليفر.
مش بيحصل بورتال هايبرتنشن والاسبرين بيكبر؟ لما بتزيد الفاجوسيتك اكتيفيتي اوف اسبرين، دي كلمه اسمها ايه؟ هايبرسبرينيز. عارفين اول خليه بياكلها مين؟ البليتلز، ثم الار بي سيز، ثم الوايت بلاد سيلز. يعني اول حاجه بيتخلص منها ويكسرها بزياده يمين هي البليتلز، عشان كده يبقى عنده بليدنج ديس اوردر. يبقى البليدنج اول حاجه لازم تقولها لي هايبوبروثرومبينيميا. ولو حضراتكم شفتوا مريض الليفر اللي في المستشفى عندكم، بص على شفايفه هنا او على الجام، هتلاقي عنده بليدنج جام، عنده ريبيتد ابستاكسس مكان الحقنه، مكان ما خدنا منه عينه دم، هتلاقي كيموتيك باتش قد كده، حاجه عملاقه، حاجه كبيره. ليه؟ لان هو عنده بليدنج ديس اوردر. طيب هل مريض الليفر عنده انيميا؟ وده سؤال شهير جدا في الاورا، يقول لك انيميا ان ليفر سيل فيلير، في انيميا؟ ده في انيميا بالثلاثه، بالثلاثه. الانيميا الكلاسيفيكيشن المشهوره بتاعتها ثلاث انواع: هايبوكروميك مايكروسيتيك. طب نعرف يعني ايه بالتفصيل، لكن تاخد فكره: نورموكروميك نورموسيتيك وماكروموسيتيك. الثلاثه بيحصلوا. هايبوكروميك مايكروسيتيك دي بتاعت مينلي ايرن ديفيشنسي انيميا. اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا ايه لغايه لما ناخدها؟ واحد ما بياكلش، او واحد بياكل وما بيمتصش، او بياكل وبيمتص بس الديماند بتاعه الاحتياج بتاعه زياده، واحده مثلا حامل او بترضع، او هو بياكل والابزورشن زي الفل والديماند بتاعه عادي بس عنده كرونيك لوس. اشهر كرونيك لوس هو بليدنج. طب بليدنج، هو المريض عنده بليدنج؟ هل مريض الليفر عنده بليدنج؟ هو لسه عنده بليدنج تندنسي، ده كمان يبقى عندهم اوستروجيال فارسز ويبدا ينزل، يحصل لهم حاجه اسمها هيمورويد، ده جنكشن هنقوله، يبدا ينزل. عشان كده مع الكورونيك بلاد لوس يحصل ايه؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. فاكرين لما قلنا كمان فرصه البيبتيك ألسر بتزيد؟ عشان في كونجيشن، في جاستريك كونجيشن، هيبقى في اوزنج سيرفس. طبعا ده محتاج منه سنوات، عمال ينزل كل يوم اوفتين ثلاثه اربعه. انتوا عارفين هو ليه يا ولاد؟ وده سؤال ليكم يعني تردوا عليا، ليه يا ولاد؟ ليه؟ اللي عنده كرونيك بلاد لوس بيحصل له ايرون ديفيشنسي انيميا وتبقى هايبوكروميك مايكروسيت، مع ان المنطق اللي بيفقد ده بيفقد كل حاجه تبقى نورمو نورمو. ليه قالوا ان هي هايبوكروميك مايكروسيت؟ ليه؟ ايه هي ايرون ديفيشنسي؟ ليه الكرونيك بلاد لوس يعمل ايرون ديفيشنسي انيميا؟ ليه؟ لان اكتر ستورج للايرن موجود في الهيموجلوبين، اكتر ستورج للايرن موجود فين؟ في الهيموجلوبين. ده بيفسر ان الكورونيك بلاد لوس يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. يبقى دي اول نوع، نورموكروميك نورموسيتيك. دي بتاعت ايه بقى؟ دي بتاعت البون مارو فيلير. ها البون مارو مش شغال. طب هو مريض الليفر البون مارو مش شغال؟ مش شغال ليه؟ ما تنطقوا معايا بقى، ما تنطقوا معايا بقى. انا مش شغال عشان عنده كرونيك دي، مش الليفر ده بيعمل اكتيفيشن الالكتروبويتن، دي حاجه. مش عنده توكسينيا، وقلت لكم زمان والله قلتها لكم كذا مره، اي توكسينيا تعمل سبريشن لمين؟ مش كده وبس، مش ممكن يدخل في هايبرستلينيزم. الهايبرستلينيزم بيكسر كل حاجه من ضمنها الار بي سيز، يبقى نورمو كرونيك نورموسيتيك انيميا. ها يبقى نورموكروميك نورموسيتيك انيميا اوف كورونيك ديزيز، ها ديو تو بون مارو سبريشن، يا اما مفيش اريثروبويتين او ملوش اكتيفيشن، يا اما توكسين، يا اما هايبرستريلز. طيب ماكروسيتيك، الماكروسيتيك او الميجالو بلاستيك دي ليها سببين في الطب كله، هما الفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليك اسيد ديفيشنسي. من المفارقات الحلوه ان الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 الاستورج بتاع الاثنين في الليفر، بس طبعا الاستورج بتاع الفيتامين بي 12 ممكن يضيق، يعني اللي معاك دلوقتي يضيق خمس سنين، بتاع الفوليك اسيد ثلاث اربع ست شهور كمان. عشان كده محتاجه وقت، محتاجه كورونيستي. مع الكورونيستي الاستورج ده يبدا يقل، لو انت مش بتعوض وتاخد من بره هذه الفيتامينز يبدا يحصل لك ايه بقى؟ يبقى الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 يحصل لك ميجالو بلاستيك انيميا. يبقى ده سؤال مشهور، ايه انواع الانيميا مع الليفر سيل فيلير؟ بالثلاثه: هايبوكروميك مايكروسيتيك كرونيك بلاد لوس، شاب بليدنج تندنسي اوسوجيال فاريسز.
نورموبروبيك نورموزيتيك انيميا. هنا في عندنا كذا حاجه، يا اما في توكسين عملت سبريشن، يا اما الكتروبويتس ديفيشنسي، يا اما هنا عندنا هايبر اسبلينيز، ثم ماكروسيتيك فيتامين بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي، وفي الاخير طبعا ممكن يحصل له بانسايتوبينيا، ودي بديهيه جدا. بانسايتوبينيا تحصل مع مين؟ مع الهايبر اسبلينيز، صح؟ طب اسالكم سؤال، سؤال بتوع البطل، بتوع البطل عارف بتوع الشباب طالعين وبتوع الاطفال هنا، بتوع البطل. بص يا دكتور، جالك واحد دلوقتي عنده بانسايتوبينيا، حلو؟ تعرف ازاي ده ابلاستيك انيميا ولا هايبر سبليشن؟ ايوه انتوا بتخرجوا من الريتيكلا بتوع الاطفال اللي راضوا، الريتيكلوسايت يا جماعه اللي عنده دلوقتي، بص اللي عنده هايبر سبليشن. يعني ايه هايبر سبليشن؟ يعني الاسبرينت عمال ياكل كتير قوي 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 قوي. طب هو لما ياكل كتير قوي اخبار البون مارو ايه؟ هايبر اكتيف قوي. انت عارف الهايبر اكتيفيتي والبون مارو يطلع البريكيرسور بتاع الار بي سي اسمه ريتيكلوسايت. طب اللي عنده ابلاستيك انيميا اساسا البون مارو ايه؟ انا بقول شغال فما عملناش ريتيكلوسايت، مش كده ولا ايه؟ بس انا مبسوط ان انتم ما قلتوش الاجابه الوحشه. عارفين الاجابه الوحشه؟ مش عارفينها، بس ايه الاجابه الوحشه؟ انا بقول للطلبه تعرف ازاي ده هايبر سبلينيز ولا ابلاستيك انيميا؟ الاجابه اللي انا مستنيها يقول لي لو الاسبرين كبير يا دكتور يبقى هايبر سبلينيز. بصوا لا تو وانا فكرتكم دي كمان، فكرتكم كويس، انا كده اتفضلت كده. بص يا دكتور، بص لا توجد علاقه بين حجم الاسبرين والفانكشن. يعني ممكن الاسبرين يبقى يا دوبك حاجه بسيطه قوي وهايبر اكتف، ممكن يبقى اسبرين كبير جدا 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 ومفيش فيه هايبر اسبرينيزم ولا حاجه، فهي مش نظريه كده، ماشي؟ المانيفستيشن اللي بعد كده كارديو فاسكولار سيستم، كارديو فاسكولار سيستم هيحصل ايه مع الليفر سيل فيلير؟ هيحصل مع الليفر، انا بتكلم على الليفر سيل فيلير لوحدها. الليفر سيل فيلير بيزيد البلد دايليتور ماتيريال، تعمل بريفرال فازلايزيشن وتؤدي الى هايبر دايناميك سيركيوليشن ووتر هامر فالس. هم واثقين؟ فاكرين في الكلينيكال بحثنا اللي كان اسمها فالس، قلت لكم اسباب الهايبر دايناميك سيركيوليشن كان في اربع حاجات بحرف الاتش، هايبر تيرميز وهايبوكسيا وهيباتيك فيلير. حتى انتوا اعترضتوا هيباتيك فيلير، ايوه هيباتيك فيلير هتعمل ايه؟ هتعمل بريفرال فازلايزيشن، محتاجين من القلب قوة ويضخ القوة عشان يملا الفازو دايليتد بلاد فيزلز، وعلى فكرة ممكن يعمل هاي كاردياك او بوت هارت فيلر. بتبصوا لي زي ما تكون ايه فاهمها غريب جدا. دول الحاجات اللي تعمل هايبر دايناميك سيركيوليشن، تعمل هارت فيلر بس نوعه هنا ايه؟ هاي كاردياك او بوت، مش اللي هو الهارت فيلر العادي يعني. طيب هل ممكن يحصل هارت فيلر بميكانيزم تاني؟ لسه حد قايل لي دلوقتي كارديومايوباثي مع مين؟ مع مين؟ مع الالكول يحصل شرط دايليتد كارديوميوباثي، صح؟ ومع الهيموكروماتوز يحصل ريستريكتد كارديوميوباثي، صح؟ يعني ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل هارت فيلير مع اشياء اخرى، بس دي من اسباب السيروز، ما هو السيروز بيعمل ليفر سيل فيلير ولا ايه؟ طيب ودي حاجه مفهومه، هايبر دايناميك سيركيوليشن وهارت فيلير وبديهيه جدا. على مستوى الكارديو فاسكولار سيستم كمان يحصل حاجه اسمها هيباتو هرموناري سندروم. ولنا هنا وقفة. هيباتو ليفر بالموري لان سندروم اكيد حاجه بتجمعهم ببعض. In advanced liver cell failure there is marked increasing in vasodilator materials. هذه الفازودايليتور ماتيريالز هتفتح جوه اللنج بالموري اي بي شنط. يعني ايه بي شنط؟ ارتيريو فينا شنط. لما تتفتح الشنط دي الدم اللي جات البالمونري ترانك البالمونري ارتري المفروض يدخل في اللنج وبعدين يرجع تاني. طب لما يلاقي شنط هيعدي على طول، هل هيحصل اوكسجينيشن؟ مش هيحصل اوكسجينيشن، فدي اسمها هيباتو بالمونري سندروم. عند اوت بريزنتد بايه؟ سايانوزس. على فكره السؤال بيتسال في الكلينيكال كده، يقول لك ايه؟ يقول لك المريض ده مريض ليفر سيل فيلير. لو لقيت عنده سايروزس تفكر فيه. هيباتو بالمونري سندروم، ايه الميكانيزم؟ ان ادفانسد ليفر سيل فيلير
with market increasing in vasodilator materials which open pulmonary avisions, تؤدي إلى central cyanosis. السؤال ده بيسأل بطريقة أنا شخصيا سألته في البكالوريوس هذا السؤال وخدت عليه فول مارك على فكرة. سألت هذا السؤال كان عندي عين ليفر فالدكتور قال لي في كلابنج قلت له اه في كلابنج قال لي بيل ولا بلو قلت له بيل طبعا والله قلت له بيل طبعا ليفر سيل فيريال قال لي امتى يبقى بلو قلت له لو حصل هيبات وبالمونري سندروم اعمل فرح بقى فاهم عشان ايه؟ عشان كلمة هيبات وبالمونري سندروم فالطب بني سويف بني سويف دول من الناس المعذبين زيهم بالظبط بصوا زي طب البنات بالظبط بالملي ها جابوا مرة سؤال نظري والله العظيم جابوا مرة سؤال نظري ب 10 درجات هيباتو بالمونري سندروم هو موجود في الكتاب ايه سطر؟ عادي جدا انا اصلا في الكلينيكال بقوله هتكتب والله كلمتين دول يعني ايه هيباتو بالمونري سندروم؟ ان ادفانسد ليفر سيل فيلير with marked increasing in vasodilator materials with opening of pulmonary AV shunt يؤدي الى central cyanosis ودي اسمها هيباتو بالمونري سندروم البرزنتيشن بتاعته يبقى عنده cyanosis ويحصل له كلمه اول واخر مره هنسمعها اسمها بلاتينيا ايه عارفينها يعني؟ بلاتينيا دي طيب ماشي عارفينها دي عكس كلمه اورثوبيا دعوني لو عبر عن بص هو دلوقتي اللي عنده ارتمية كان بيحصل له ايه؟ لما ينام فلات يقول له كاش دبلز لما يقوم يقعد او يقعد يحصل اللي عنده بلاتينيا ده العكس عنده ديسنيا اون ايركت بوزيشن اند ريليفد اون لاينج فلات ايه القصه بالظبط؟ مش احنا قلنا بيتفتح بالمونري ايه بيشنط وانا واقف كده ها؟ الشنط شغاله ليه؟ لان الفيروس ده غيره ايه؟ قليل طب بص خليه ينام ثلاثة لما ينام ثلاثة مش البيلس الدم بيزيد والدم اللي في البينا السايد بيزيد لما الدم اللي في البينا السايد بيزيد يبقى قريب من الدم اللي في الايه؟ اللي في الارتيريال سايد فبيعالجوا بعض شوية فالشنط تقع فهو واقف يحصل له ايه؟ يحصل له هايبوكسيا وبيزيد مش قادر ياخد نفسه لما ينام ثلاثة لما ينام فلات معناها ان هو ايه اللي حصل؟ زاد بقى الفيروس ترن والعيان حصل ايكوليزيشن للبريشر فالعيان بتاعنا اتحسن دي اسمها بلاتينيا مش مذكوره الا في هذا الموقف المكان الوحيد لما اقول لك بلاتينيا تقول لي هيباتو بالمونري سندروم بصوا الشيء بالشيء يسخن مش مخرج عن الموضوع بس هو لازم تجمع البطله كده لازم تجمعها كده لما اجي اقول لك كلمه ودي في الكلينيكا المهمه وسؤال الدرجات العاليه بقى لما اقول لك تعرف حاجه اسمها بوزيشنال ديسنيا انا بوزيشنال ديسنيا يعني ايه؟ يعني ديسنيا ريليتد تو بوزيشن تقول لي ثلاثه اول واحده لازم تتقال هي ارثوبيا لانها الاشهر وعكسها بلاتينيا واختهم تريبوبنيا يبقى احنا عندنا ارثوبنيا ديسنيا اون لاين فلات بلاتينيا ديسنيا اون ايركت بوزيشن تريبوبنيا ديزني اون لاين اون هيلث سايد ان يونيلاترال تشيست ديزيز اورثوبنيا اذا كان في هارت فيلير مايترال ستينوزس اذا كان عندك انفيزيما ذات اسايتس بريجنسي بلاتينيا تقول لي هيباتو بالمونري سندروم وبس لما تقول لي تريبوبنيا حد فكرني بالتريبوبنيا يونيلاترال لانج ديزيز عنده بلوريس من الناحيه اليمين ينام على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين لو هو نام على الشمال وقف الشمال واليمين اوريدي انا مش عارف يشتغل فبالتالي يدخل في ايه؟ يدخل في ديسنيا يبقى دي كلمه اسمها بوزيشنال ديسنيا الايه؟ اقول ايه؟ الميكانيزم بتاع البلاتينيا بصوا يا جماعه احنا بنقول لحضراتكم بلاتينيا ديسنيا اون ايركت بوزيشن اند امبروفد اون لاين فلات وانا واقف كده الفينوس ترن مش راجع لان الجرافيتي يعني فبالتالي البريشر في الارتري اعلى من مين؟ من الفين ام فبالتالي الشنط شغاله جامد جدا. لما اجي انام فلات مش الفينس بتاعتي بيزيد؟ البريشر في الفينس سايد بيعلى شويه، اي نعم هو مش هيبقى قد الارتري ابدا، لكنه بيعلى شويه فيعمل ايه في الشنط؟ يهديها، فلما يهديها شويه الدنيا تقل والهيبوكسيا تقل. طيب وهنا هقول لكم بقى مفارقه حلوه جدا. انتم صحصحين ولا لا؟ صحصحين دلوقتي؟ طب انتوا بس على الفلوبس يمكن تكونوا في الفلوبس يمكن تكونوا في فوق بس ايه؟ فرصه وفرصه صحيح كده؟ فرصه هو مريض الليفر سيل فيلير ده يا ولاد مش عنده اسايتس؟
بس يعني اديني عقلك معلش قدر معلش عنده افايتس وممكن يبقى ايه كمان سيفير فيجي يعني ده الفلات مش عارف لانه بيضغط على الدايفرام وبيزود الانتراثراسك بريشر وهيتخنق فيقوم يعني عامل ايه؟ يقوم قاعد رافع المخدات او يقوم يقعد في السرير او يقف حتى صح ولا لا فيتحسن عشان كده مريض الليفر سيل فيلر عنده ايه؟ عنده ارثوبيا دكتور هو عنده ارثوبيا ولا عنده بلاتينيا؟ اسمع هو عنده ارثوبيا 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 بلاتينيا مات فهمتوا حاجه؟ يعني هو ماشي طول عمره بايه؟ لما يقول لك الحمد لله انا بقيت انا ثلاث دي بري اراف خلاص خلصت ليه بقى؟ ده معناه ان هو ايه يا جماعه؟ دخل في موضوع كبير قوي اسمه هيباتو بالمونري سندروم. طيب برضه حته تبع الهيباتو بالمونري سندروم. انت متحفظ عبد الله عايز تقول حاجه؟ قول قول في حاجه؟ طيب بصوا يا جماعه اللي عنده بوردو سيستميك انستموزس ايه اللي بيحصل؟ ده بيجي من البورتر من المدادات الحديثه صح فكره جاي من البورتر يروح داخل على طول على السيستميك فيزود الفلو اللي رايح لمين؟ للنج فالدم اللي رايح للنج اخباره ايه؟ هيبقى زياده دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها بورتو بالمونري شنط يعني ايه بورتو بالمونري؟ زياده عن طريق انستموزس بورتو سيستميك شنط الدم هيعدي من البورتال الى السيستميك وهيزيد الدم اللي رايح للنج فيحصل ديفكت في الاوكسجينيشن اللنج رايح لها دم زياده ممكن يحصل هايبر تنشن في كتب تقولها انا بحثت على كلمه بورتو بالمونري شنط ما لقيتهاش لقيت كتب التكست كاتبها ايه؟ بورتو بالمونري هايبر تنشن وعايز حد يشرحها لي انتوا فاهمينها كويس قوي ها بورتو يعني جدا من البورتال على البيلاسترن على البالمون بيزود الدم اللي رايح لمين؟ للنج واللنج لما الدم اللي راح لها بيزيد ربنا بيعمل لها بازو كونستريكشن يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن فبيسموها بورتو بالمونري شانت او بورتو بالمونري هايبرتنشن نفس المعنى. طيب الناس اللي عندهم ليفر سيل فيلر وعندهم سيفير اسايتس السيفير اسايتس ده ممكن يبقى يرفع لفوق كده ويضغط على البيز اوف ذا لانج ويعمل حاجه اسمها بارشال كولابس هو البارشال كولابس ده لوحده ممكن يؤدي الى ديكريز ايريشن ويعمل هايبوكسيا وسينوز. الناس اللي عندهم هايبوبروتينيميا فظيعه مع الليفر سيل فيلير ممكن مع الاسايتس كمان يحصل بلورا ديفيوجن يبقى بايلاتر ويبقى ماسف وحاله خطيره جدا والعيب اصلا بيموت خلاص بيموت والله وعنده لارج كولابس على ناحيتين وبياخد نفسه بالعافيه وعنده سيفير سايانوزس. يبقى لما اجي اسالك بقى سؤال تجميع ايه اللي يعمل سايانوزس في مريض الليفر ده؟ ايه اللي يعمل سايانوزس في مريض الليفر ده؟ هتقولي هيباتو بالمونري سيندروم تقول لي بورتو بالمونري شنط تقول لي يا دكتور ماسف اسايتس او سيفير اسايتس او بلورال افيوجن ويؤدي الى لانج كولابس. نسيت اكمل لكم لما جاب لهم السؤال بتاع هيباتو بالمونري سندروم فيكتب اللي هو الادفانس ليفر سيل فيلير وزياده الباص ده ليفر ماتيريال ويعني يبقى عنده ساينوزس ويبقى عنده بلاتينيا اند اسوشيتد ويز اذر مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير از كذا 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 investigated as liver cell failure كلمتين and treated as liver cell failure كلمتين. حد فاهم حاجه؟ يعني هو عايز يعني بص يعني جالك سؤال بجد والله تفهموني بس في المعنى يعني فرصه اتعلم حاجه اتعلم حاجه. لما يجي لك سؤال هو في الكتاب موجود صفر. جه مره سنه 98 97 حاجه زي كده كان في فريق مش عارف ايه عندنا رايح يلعب في نيجيريا وحصل لهم ملاريا. جالهم نوع كده اسمه سيريبرال ملاريا. فقام الدكتور في امتحان البكالوريوس ده في الازهر ولاد حط لهم سيريبرال ملاريا. سيريبرال ملاريا دي كل كتب هي صفر. بس الطالب مش فيه كلمه ملاريا. انت اخد شويه حاجات سيريبرال وهي صوره الملاريا العاديه. برضه لما يقول لك انا هيباتو بالمونري سندروم هو انت قريت الكلمه دي تبع مين؟ تبع ليفر سيل فيلير يبقى كلمه سطرين عنها ودشني ليفر سيل فيلير. فاهم ولا ايه يا ريس؟ والله هو كده. هو كده هو انا بعرف ازاي؟ وانا اعرف ازاي ان هو هيباتو بالمونري الا اذا كان اصلا هو مريض ليفر سيل فيلير. ها افهموا هذا الكلام كويس قوي. وعايز اقول لك حاجه عارف انت جالك في الامتحان سؤالين مثلا سؤال اسمه هيباتو بالمونري سندروم وجالك سؤال في الامتحان تاني اسمه ايه؟ اسمه هيباتيك انكفالوز. هيباتيك انكفالوز ده كل الطلبه عارفينه. كل الطلبه كاتب ده لو 10 درجات طب 10 درجات. هتلاقي نفسك لو انت سمعت كلامي جايب في الهيباتو بالمونري سندروم ده 10 من 10. وفي الهيباتيك انكفالوباثي جايب 7 من 10.
أصل الهبات الإنفلوزي كل الناس إيه؟ فمش فرق؟ لكن طالت في الهبات والبولري سندروم ده، هبات والبولري سندروم اللي كاتب كلمتين بياخد درجة، بتفهموا هذا الكلام؟ ممكن يبقى السؤال صعب من وجهة نظرك ومفيش فيه كلام كتير، بس اكتب فيها ده، ما تقولش ده مش موجود في الكتب ومحدش هيكتبه، لا انت اكتبه، هتلاقي الدرجة بتاعته دايما بتبقى ايه؟ ها بتبقى اعلى بكتير. ماشي كده الحال؟ طيب لان احنا بنتكلم على الليفر سيل فيلير، على الكارديو فاسكولار سيستم خدنا عنوانين هايبر دايناميك سيتيوريشن واكيوت هارت فيلير او هايبر دايناميك هاي كارديك او بوت هارت فيلير، وخدنا الديفالتو بالمونري سندروم والساينوز والكلام ده. العنوان اللي بعد كده رينال فيلير او حاجه اسمها مشهور جدا هيباتو رينال سندروم. هيباتو رينال سندروم ده ايه؟ ده واحد عنده ادفانس الليفر سيل فيلير وحصل له ري رينال اكيوت رينال فيلير. صلوا على النبي. الاكيوت رينال فيلير ثلاث انواع هي بري رينال، محدش اشتبهناها طبعا كانت اكيد ان شاء الله، هي رينال يا بوست رينال. بري رينال يعني ايه؟ يعني الدم اللي رايح للكليه اساسا قليل، فبالتالي هل هي عارفه تشتغل ولا لا؟ لا، يبقى جعفر عامل ايه؟ جير فار عامل ايه؟ هيبقى قليل، ما هو ده رينال فيلير. ده حاجه. الحاجه الثانيه الدم اللي رايح للكليه قليل، بس الكليه فيها نيفروتوكسيك او فيها سكيميا مش عارفه تقوم بالوظيفه بتاعتها فجاه، يبقى ده اكيوت رينال فيلير. رينال حتى اسمها رينال انجري الحقيقه. طيب الدم رايح كويس والكليه شغاله كويس وكونت اللي هو الفلتريشن واليورين اتكون وجه عشان ينزل، لقينا التو يوريترز مقفولين، او تعرف البلادر فيها ماس قبل اليوريترا ولا الليك بتاعتها، هل اليورين عارف ينزل؟ يبقى اسمه بوست رينال اكيوت رينال فيلير. فهمتوني ولا لا؟ يبقى الاكيوت رينال انجري او الاكيوت رينال فيلير ثلاث انواع، يا بري رينال يا رينال يا بوست رينال. الهباتو رينال سندروم ده نوع من الاكيوت بري رينال. بري رينال يعني ايه؟ يعني الكليه سليمه تماما. اقول لكم بس حصه صغيره كده خارجه. واحد كان عنده اكيوت رينال فيلير، هل سببها ليفر سيل فيلير، فاسمها هباتو رينال سندروم. وهو بيموت، هو كان في بره بيكون متبرع ان هو ياخدوا منه الاورجانز بتاعته، هو متبرع بيها للناس يعني. فهو خلاص في الكارديا في حاجه اسمها برينستيم ديس، انا عارفه في النيورولوجي، وهو بيموت فخلاص هو يعتبر كلينيك يعني، هو مات في كلينيك يعني، فبيمسحوا ياخدوا الكليا بتاعته، هو ميت بايه؟ هيباتو رينال سندروم يعني في رينال فيلير. ياخدوا الكليا بتاعته ويزرعوها في حد تاني تشتغل زي الفل. ايه ده؟ يعني كان الهيباتو رينال الكليا ماتت سليمه تماما والله يا جماعه، الاستراكشرز بتاعتها سليمه والوظيفه بتاعتها سليمه، لكن وجودها في هذا الشخص اللي مش عارف يجيب لها حاجه تشتغل عليها هو اللي عمل لها كده. فهمتوا القصه ولا ايه؟ عشان كده لما يجي يسالك بقى في الكلينيك او في الاورال يقول لك اللي عنده هيباتو رينال سندروم يا ابني نعمل له هيباتك ترانسبلانتيشن ولا رينال ترانسبلانتيشن؟ اقول له لا هيباتك، انت شغل بس الليفر وشوف الكليه هتعمل ايه؟ يعني هو الكليه سليمه لكن مشكلتها ايه بس يا جماعه؟ في الغذاء اللي رايح لها. فهمتوا هذا المعنى ولا ايه؟ مفهومة كده القصة؟ طب يا دكتور هو ليه حضرتك ليه بيحصل ان الغذاء اللي رايح للكلية بيقل؟ ممكن محدش يفكر لان انا عايز املي الهباتو لينا كده بطريقة، عشان لو في سؤال ما جاش قبل كده كان ممكن يجي يعني، انا عايز امليها كده الصفحة بس افهم وبعدين نتملى مع بعض كل حاجة. افهم الاول، افهم ليه الغذاء اللي رايح للكلية قليل؟ حد يحب يقول لي حاجة؟ خلاص البلاد فوليوم قليل، مش وقت فيه هايبو البومينيا فبيحصل ايه؟ فلتريشن كتير، فالفوليوم اللي ماشي جوه اظهره ايه؟ اظهره ايه؟ فالدم رايح اوريدي للكليه ماله يا جماعه؟ خلاص ده كلام منطقي مليون في الميه، موافق جدا. نمره اثنين هو عضو دايركتور ماتيريال اسمها بتعمل مظبوط مليون في الميه، تقول في زياده في الفاز دايركتور ماتيريال. اكتر حته بيحصل فيها فاز دايليتيشن هي السبلانكينج اريا. ليه؟ مش في بورتال بريشر عادي؟ فعايزه تفتح عشان تستوعب هذا الدم، فايه اللي يحصل في الجي اي تي يا جماعه؟ يحصل جي اي تي البلاد كلها تبقى دايليتد، فده على حساب الدم اللي رايح لمين يا جماعه؟
بالكتب. فالمريض يحصل له ايه؟ يقل الرينال بلاس فلو. تقول لي يا دكتور السبلانكنج دي مش شامله الكليه. لا مش تبع الكليه. سبلانكنج يعني جي اي تي. سبلانكنج مصدر اديشن يعني الدم رايح للجي اي تي كتير. وزي مين؟ طب اسمع دي كمان. وجود الاسايتس. وجود الاسايتس يا جماعه مش الاسايتس ده عامل بريشر على البلاس سبلاي اللي رايح للكليه. يبقى الدم رايح للكليه اخباره ايه؟ لا اخباره دي كلها نظريات وكلها حاجات. طيب الانجيوتنسين 2 اخباره ايه؟ ايه دي؟ طب ده بيعمل اصلا بازه يعني يقلل الدم اللي رايح لمين كمان؟ يعني كل دي عوامل تؤدي الى ايه؟ كل دي عوامل تؤدي الى هيباتورينال سندروم. عشان كده لما اجي اقول لك دخل واحد طبعا في منه نوعين، في نوع طيب وان ده بيكون مالجنت وسريع جدا وخلال اسبوعين بيتكل على الله، في نوع بيكون سلوري شويه اقل منه شويه ممكن يعيش فتره. انا اقول لكم بس في اكبر المراكز المتخصصه في اوروبا وامريكا عيان الهيباتورينال سندروم ما بيعيش اكتر من اسبوعين. يعني الهيباتورينال سندروم اذا حصلت، اذا حصلت يا جماعه دي تبقى اند ستيج خلاص. الموضوع تقريبا ايه؟ بيبقى بيعمل محاولات واحنا عارفين اصلا انها كلها محاولات فاشله. دكتور كان نفسي بجد مش عارف انتوا ليه ما بتتكلموش، يعني انتوا بتيجوا عليكم بتيجوا في الحاجات الهايفه وبتتكلموا، وتيجوا في الحاجه المهمه وما تتكلموش. بالذات يا بقول انا الحاجه المهمه بس بجد تيجوا في الحاجات الهايفه جدا وانتوا ماسكين حته قد كده ومش فاهم يا دكتور. لو تقعد تعالى اذا كان حسين ولا اميره ولا مش عارف ايه. وبعدين تيجي في الحاجات اللي هي انا كان نفسي طالب بيسالني سؤال دلوقتي، مش يا ابني الهيباتورينال سندروم ده نوع من انواع البريرينال اكيوتينال فيلير؟ تقول ما جايز يا دكتور، جايز يا دكتور. المريض ده احنا ادينا له دايوريتكس كتير، فعملت له هايبوفولينيا مثلا فعملت بريرينال فيلير. ما جايز يا دكتور حصل له فوميتنج ولا دايريا لاي سبب ولا نزيف لاي سبب والبلاس فوليوم اساسا قليل وده اكيوت رينال فيلير حقيقي بريرينال وليس هيباتورينال. اقول لك كلامك مظبوط مليون في المية. انا ما اعرفش افرق ده هيباتورينال ولا اكيوت بريرينال الا عن طريق ان انا اعمل تجربه. لازم نعملها، لازم نعملها. ايه التجربه؟ من كيلو لتر ونص سلايد. ليه؟ عشان يكون عنده دي هايدريشن. انا بعمله ايه؟ ري هايدريشن. انا بديله سلايد وبعديها بساعتين ثلاثه اشوف الرينال فانكشن تاني. لو لقيت الرينال فانكشن اتحسنت اقول ايوه ده كان ايه؟ طبعا انا شفت الحالات دي في الهبل، عشان كده انا بكلمكم مش عارف تفهميني ولا لا. العيان اصلا المصيبه اللي عندي جدا ايه؟ انت عمرك ما هتفكر انك تديله سلايم وانا بقولها لك، عارف ليه؟ اصلا جالك عنده وظيفه كده، شقه جسمه كله مره. وقال لك الكرياتينين بتاعه مش عارفين نورمال كرياتينين، يعني من 4 من 10 او من نص ل 1 من 2 من 10، جالك الكرياتينين بتاعه 3. فانت تقول ده ليفر سيل فيلير ودي هيباتورينال. مفيش دكتور بيفكر الا ما حد يقول له، يعني احنا عشان اتخبطنا فيها كذا مره خلاص عرفناها. ما حدش بيقول له ما جايز يا ابني، ما جايز يا دكتور، ده واخد فلويد، ده جا واخد دايوريتكس كتيره، وايه اللي عملنا له هايبوفولينيا كده؟ عشان كده اديله لتر ونص سلاين واتابعه. انا كده بعمل تشيك لمين؟ يكون سبب تاني بره الليفر بقى هو اللي عامل المشكله، عارفين لو استجاب خلاص يبقى دي كانت اكيوت ايفر فيلر وانا اديته فلويد نمنع بقى الدايوريتكس شويه. تقول لي طب وهسيبه ما يبلع بالاصابع، ما يقعد يعني يقعد الاسايتس شويه ولا يموت؟ فاهم القصه ازاي ولا لا؟ يعني ساعات لما انت كده المستشفى وده انا عنده اسايتس كبير قوي، فتقول الدكاتره مش شايفين شغله، دكاتره يقول منهم بالله، وانت فكرك قد كده. انت ما انتش متخيل ان احنا لو سحبنا له هذا الفلويد او لو ادينا له دايوريتكس هيدخل في رينال فيلير او يدخل في هيباتيك انكفالون. انت ما انتش فاهم دي مشكلتك انت، لكن ما تظلمش الناس بقى. فاهمين قصدي ولا ايه؟ يعني مش كل واحد اصلا عنده سيفير اسايتس نروح نسحب له ونديله دايوريتكس. غلط يا جماعه، غلط. الاستخدام اصلا في فشل رهيب جدا بيحصل. الخلاصه واحد عنده هيباتورينال سندروم يا دكتور وانت عملت تشيك اب وطلع فعلا هو هيباتورينال وما استجابش لهذا السلايد، هتعالجه ازاي؟ والله اول حاجه طبعا هدعيله، ثاني حاجه هديله البوم بكميات كبيره، هديله البوم الليل عشان يسحب لي الفلويد جوه الايه؟ جوه البلاس بيزلز، فيحسن مين؟ ها رينا بلاس رو، صح؟ وهديله البوم من بره، ها هديله هيومن البوم من بره عشان يسحب لي الفلويدز. وايه كمان؟ اديله حاجه اسمها فازو بريستن او جلايا بريستن. عارفين اسمه؟ يمكن عارفين اسم ده، حاجه اسمها سوماتوستاتل. هناخده ان شاء الله في ال هناخده في البريدنج بتاعت الجي اي تي. جي اي تي بريدنج بنستخدم دواء اسمه سوماتوستاتين، ده سحر.
اقول لك الكلمه متخمس اعمل سبلانكينج فازو كونستريكشن، هيوفر الدم لمين؟ هيوفر الدم للكيني، هيحسن الايه؟ الرينا بلس فلو. لا بس طبعا فرنجلس يعني يستجيب ولا ما يستجيبش. ايه رايكم اديله الدوبامين؟ الدوبامين كان ليه ثلاث جرعات، كان في جرعه منهم اسمها رينا دوز، رينا دوز دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتزود الرينا بلس فلو، فانا عايز اعمل فاز ريتيشن على مستوى الرينا الارتري وازود الرينا بلس فلو عن طريق الدوبامين، ومع كل الحاجات دي كلها انا بدعي له، ومفيش مانع ابدا 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 لو انت في مكان بقى متطور ومكان حلو وكده تحطه على دياليسيز يعمل غسيل، يعني غسيل كلوي عقبال ما تجهزه لهيباتيك ترانسبلانتيشن. تقول لي ايه ده؟ هو ملهاش حل للترانسبلانتيشن، ملهاش حل. طبعا انت عشان تعمل ترانسبلانتيشن فبصوا في اجمل الاماكن، في اجمل انا محتاج اسبوعين، اسبوعين على تاني مين؟ على تاني وتعمل ماتشنج وتبدا تشوف التوافق بينهم وتعمل تحليل وحاجات كتيره جدا، فانت محتاج وقت كتير قوي علشان تعمل هذا الموضوع. طب انت هتسيبه كده برينا الفيلر اللي هتموته لغايه لما تعمل الكلام ده؟ لا، حطه على دياليسيس مؤقتا لغايه لما تعمل له ايه؟ تعمل له هيباتيك ولا رينا؟ اعمل له هيباتيك ترانسبلانتيشن. عايز صفحه فاضيه تماما ماليش دعوه فين بقى، وهنكتب هتتملى معايا الاتيوم. عايز صفحه فاضيه عنوان اسمه هيباتو رينال سندروم. يلا فانكشنال ديفينيشن، يلا فانكشنال، يلا بسرعه فانكشنال. ده الديفينيشن اللي في الكتاب، هو functional but not structural renal impairment. Functional but not structural renal impairment in patients with advanced liver cell failure. Mechanism. لا ما انتوا بطلوا شايل العيد ده، ايه الفيلم؟ ايه يعني؟ واحد ما بيجيش في الامتحان اصلا ما بتنطوه يعني. نفس الامتحان ما شاء الله ما بيجيش. But not structural. Renal impairment in patient with advanced liver failure. ده الديفينيشن خلاص؟ هنقول بقى الميكانيزم. واحد يا دكتور على فكره يا دكتور هو اصلا ما كتبش حاجه. سبلانكينج فازو دايليتيشن. سبلانكينج اكتبه ولا تعرفه؟ لا يا باشا سهل. سبلانكينج فازو دايليتيشن بين قوسين انكريد في دي ام اس. فازو دايليتيشن اثنين decrease blood volume بين قوسين ascites and edema. يعني ascites and edema قال لي مين؟ الدم اللي ماشي جوه. ثلاثة ascites compress on renal blood vessels. Ascites compress on renal blood vessels. مفهومة. أربعة بيليروبين سهم منه يعني يؤدي إلى فازو كونستريكشن. دي حاجة يعني رير، يعني يقول لك البيليروبين ده ممكن يعمل فازو كونستريكشن فيقلل رينال بلاد فلو. خلاص يبقى دول الميكانيزمات ماشي. كلينيكال بيكتشر ما خلاص احنا قلناها مع نقص البلاد فوليوم، ما دي تشمل كل حاجه بقى زياده الاندوستير ونقص الوزيات الساتيفيشن. طيب يلا كلينيكال فيتشر واحد واثنين. واحد مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير. لازم هنا لو جالك سؤال كده كبير، هو اصل مش هيجي لك يا دكتور، اوعى تفتكر ان حد هيجي لك اصلا هباب يعني هو عنده ليفر سيل فيلير جالك برينال بس. لا ده اكيد عنده الحاجات اللي فاتت دي كلها. اثنين بقى فيتشر اوف يورينيا، وهتفتح قوس نكتب كام كلمه تاني. Picture of urinia. Urinia. عارفين يعني urinia؟ يعني urinia failure. Urinia. Picture of urinia. هنكتب بقى كده شوية حاجات. Apathy.
هنفتح قصة ومصاصات رجال. أبتي 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 يفتح يعني أستريكسز هي موجودة برضو هنا بيريكارديتس. ومن حد يشرح لي بيريكارديتس؟ أيوة اللي هي الفروز الدرسة في البيريكارديا يعمل بيريكارديتس كونفولجن confusion and the coma. ماشي investigation واحد as liver function test investigation investigations واحد as liver function اكتبها. اثنين اثنين renal function هتكتب بيه ثلاث كلمات لغايه لما طبعا انا ليه بكتبهم هنا عشان مش هتيجي اصلا يبقى الهيماتولوجي في الورقه الاولى والرينال في الورقه الثانيه وانتوا ايه بتاخدوا الكلمتين وتدخلوا تقولوا مع بعض هتنسى تكتبها. هتقول لي blood urea blood urea بين قوسين 20 40 ملي جرام بير دي ال ده نورمال blood urea من 20 ل 40 ملي جرام بير دي ال سيرم كرياتينين من نص الواحد واثنين من عشرة ميلي جرام بير دي ال واحد واثنين من عشرة ميلي جرام بير دي ال يوريك أسد من اثنين لسبعة ميلي جرام بير دي ال ماشي بدور لينا الفانكشن هتلاقي ثلاثة دول عاليين اوكي هنكتب تحت لينا الفانكشن كلمة كمان and reassessment after reassessment يعني تعملهم تاني after 1.5 liters of saline. مفهوم الكلمة دي؟ reassessment وفينا function after 1.5 liter of saline تدي لتر ونص saline وتعمل reassessment تاني عشان تثبت انها ايه؟ هبات ومريضة. حلو كده؟ treatment واحد human albumin intravenous infusion اثنين دوبامين بين قوسين رينال دوز ثلاثة معايا ولا ايه؟ فازوبريسن اثنين دوبامين رينال دوز ثلاثة قلنا ايه فازوبريسن فاصلة كده كومة جنبها جلايبريسن جلاي جي ال واي بريسن جلايبريسن فصل كومة كمان سوماتوستاتين كل دول سهم منهم بيعملوا ايه بيعملوا سلانكينج فازو كونستريكشن ماشي أربعة أربعة دياليسيس until preparation for hepatic transplantation. في كلمة بقى مش مهمة قوي اللي هو types type 1 و type 2 دي مش مهمة عايز نقلها مش كده من قبلها مش ذات قيمة قوي انت وين دي تقول في type 1 و type 2 يبقى انا كده لو جالك سؤال اسمه ايه اسمه هبات ورينا ممكن على فكرة هبص يا ولاد الدكتور حضرتك بيحمل اسئلة صغيرة هيجيب لك خمس درجات هو هي صح هم خمس درجات في ذات ورينا السندروم لو كتبت الكلام ده يبقى كلام رائع جدا ماشي هنتكلم عن ايه نتكلم عن manifestations of liver failure اظن تقريبا احنا قلنا كده فيها كل حاجه قلنا في فيبر لو جريد فيبر في فيتا هيباتيكا في عندنا فتيك في عندنا فلابنج تريمورز قلنا اسايتس اجلنا جوندس وهيباتيك انكفالوباتي اتكلمنا عن السكين وانتوكراينال وبلاد وكارديوفاسكولار وادي رينا كمان في بقى في شويه حاجات اخرى كده يقول لك هناك كلام بديهي يعني يقول لك زياده الانسيدنس اوف اول تايبس اوف انفيكشن موافقين لان مريض الليفر سيل كان هو حد اميونو كومبرومايز وخلاص دي معروفه جدا يحصل له مشاكل في الميتابوليزم في الكربوهيدرات بالذات بصوا يا جماعه
احنا لما بناكل ها والجلوكوز ده بينفصل لازم يتحول فين؟ ها بيتحول في الجلايكوجين في الليفر. انا عندي مشكله في عمليه التحليل دي يا جماعه، فلما تلاقي الناس اللي عندهم ليفر ديزيز ممكن يبقى عندهم احيانا يعني يبقى عندهم هايبوجلايسيميا. كلام منطقي ولا لا؟ ليه؟ لان الجلايكوجين ستورج بتاعه قليل. حتى قلت لكم سؤال، حتى هيسالك انا مريض، انا عندي مرض، انا عندي فشل يا دكتور في الكبد، يصوم ولا ما يصومش؟ ها ما يصومش، لان اصلا الجلايكوجين ستورج بتاعته بتبقى قليله، ويحصل له حاجه اسمها امبيرد جلوكوز تورنس، هنعرفها ان شاء الله تفصيلا بعدين. لكن ساعات بقى بص السؤال ده، واحد عنده دايابيتس وبياخد انسولين دخل في ليفر سيستم يقلل الانسولين، شاطر ليه؟ اصلا الدستراكشن بتاع الانسولين بيتم في الليفر. طب وكون الليفر بقى فاشل يبقى اخبار الانسولين عنده ايه؟ يبقى انت لما تديله انسولين تقلله، كان بياخد مثلا 60 وحده انسولين في اليوم هياخد 40 بس، هياخد 30 بس، فاهمني ولا؟ وعلى فكره ده مع الليفر سيل فيلر ومع الرينال فيلر، انه بيتكسر في الليفر بيحصل له اكسكريشن في الكدني. عشان كده سواء حصل رينال فيلر او حصل ليفر سيل فيلر، فالمحصله بتاعتنا واحده، لازم تقلل له جرعه مين يا جماعه؟ تقلل له جرعه الايه؟ ماشي. بعد كده اقول لك كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، اذا كان عندك هيموكروماتوزس ويسون اي حاجه من الكلام ده، يبقى كل الكلام بتاعنا دي كلينيكال بيكتشر كبيره قوي ومهمه قوي تبع الليفر سيل فيلير، وطالع منها اسئله كتيره لسه. في هيباتيك انكفالوباتي ما قلناهاش،